صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا محمد. صباح الفل عليك يا منة. صباح الخير والسعادة والرضا على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. في تطوير كبير بيحصل في قطاع السياحة. الحقيقة القطاع ده مهم جدا وقطاع حيوي للاقتصاد المصري. يوم بعد يوم بنحقق معدلات كبيرة جدا. الدولة حققت معدلات مرتفعة في المجال ده. يمكن السنة اللي فاتت حققت أرقام قياسية جديدة في عدد السائحين. بنتكلم عن حوالي 14,906,000 سائح زاروا مصر بس في 2023. طبعا لو حضراتكم تفتكروا أكبر رقم وصلنا له كان سنة 2010. حققنا سنة 2010 معدل وصل ل 114,731,000 سائح. السنة دي أو السنة اللي فاتت في 2023 كسرنا الرقم ده. طبعا ده إنجاز كبير إنك تقدر تحقق رقم كبير بالمنظر ده في أعداد السائحين، وإنك تكسر أعلى رقم أنت حققته برغم التحديات اللي موجودة في المنطقة. وده أمر مهم جدا، لو بيعكس شيء بيعكس حجم المجهود اللي بيتعمل. بنشوف بقى مجهود موجود في تطوير منشآت سياحية، حملات ترويجية، تسهيلات بيتم الحصول عليها أو بيتم تقديمها للحصول على التأشيرات، في عروض بتتقدم ورحلات طيران بعروض كبيرة جدا مختلفة جدا بتبقى عامل جذب شديد. كل ده بيساعد في زيادة حركة السياحة اللي بتساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل، وكمان إنها تدخل عملة صعبة للبلد، وبتلاقي كده في انتعاشة في المدن السياحية. ده حقيقي مجهود كبير بيبذل في قطاع السياحة في مصر. ده بينعكس طبعاً على انطباعات السائحين اللي بيجوا مصر وبينقلوا صورة عن ازدهار قطاع السياحة للعالم كله. بتبقى بالنسبة لهم زيارة مصر تجربة سياحية فريدة ومختلفة ومميزة. صحيفة الديلي ميل البريطانية عملت تقرير مهم جدا تحت عنوان هل القيام برحلة نهرية في النيل في مصر تستحق؟ التقرير ده رصد تجربة مدون سفريات بريطاني اسمه سام مايفر، قام برحلة نيلية استغرقت 7 أيام على متن فندق عائم من فئة 5 نجوم. سام رد على سؤال الديلي ميل البريطانية وقال الرحلة فعلا تستحق بنسبة 100%، رحلة مثيرة للاهتمام بشكل كبير، وهي واحدة من أكثر الطرق سحرا ورومانسية في العالم. مدون السفريات سام البريطاني كان مبهور بالمعالم اللي شافها في أماكن مختلفة من البلد، شاف الأقصر وأسوان وقال إنه استمتع بزيارة وادي الملوك، معبد الأقصر، الكرنك، إدفو، كومومبو، فيلة، كل دي أماكن راحها سام، وأعتقد مش كلنا في مصر هنا رحناها، فأعتقد إن دي دعوة إن إحنا كل ما نقدر نتحرك وكل ما نقدر نسافر نجرب ونشوف معلم مختلف. سام نشر الصور بتاعته على تيك توك ونصح الناس إنهم يزوروا مصر، وده اللي إحنا بنقول عليه انطباع السائح. الانطباع ده بيقدر هو ينقله للناس، بيبقى أكتر مصداقية، هيبقى الناس أول ما تشوف انطباع بواحد أو السائح بيتكلم بقلب كده هيبقى عندهم شغف إنهم يجوا يزوروا مصر. أعتقد إن ده ممكن يكون أفضل ترويج للسياحة. إحنا دايماً بيبقى عندنا فقرات سياحية، والنهاردة هيبقى عندنا فقرة نتكلم فيها عن السياحة. صباحكم زي الفل. صباح الخير يا مصر.
خلونا دلوقتي مع حضراتكم نصبح على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات ونقول لها صباح الفل يا دينا. ازيك يا دينا؟ الحمد لله. صباح الخير يا محمد، صباح الخير يا منى، صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. الجو لسه برد شوية صح؟ آه طبعا لسه ما زال يعني، بس اعتقد ان احنا على نهايات الاسبوع ان شاء الله الجو هيكون في تحسن يعني، وفي هيكون دافئ اكتر يا رب ان شاء الله. بنصبح على حضراتكم وخلونا نبدا معاكم جوله مروريه، وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات، وخصوصا ان الناس بدات تنزل دلوقتي. هنبدا معاكم جولتنا المروريه من محافظه القاهره، وتحديدا من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبيه في شوارع متفرقه، وفي شوارع تانية هنلاقي فيها سيولة مرورية. لكن على طريق الكورنيش هنلاقي فيه كثافة مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، كمان الكورنيش متجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرورية. نروح لكوبري أكتوبر، هنلاقي هناك فيه كثافات مرورية مستمرة لحد العباسية. لو هنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية هنلاقي إن فيه سيولة مرورية. لو رحنا لمحور النصر هنلاقي فيه كثافات مرورية وصولا للمنصة، كمان بدأت تظهر دلوقتي كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري. نروح معاكم لمحافظة الجيزة، وهنبدأ من الطريق الدائري اللي فيه بعض الكثافات المرورية قبل النزلات، وكمان بدأت تكون أو تكون كثافات مرورية بمحور 26 يوليو القادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر. أما الاتجاه الآخر فبيشهد كثافات نسبية، هنلاقيها بتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان. هنروح لطريق المريوطية الدائري اللي هنلاقي فيه سيولة مرورية نسبية للمتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. كمان في كثافات مرورية متحركة في شارع الجامعة العربية وشارع السودان، ده في الاتجاهين، لكن وكمان ميدان الدقي، لكن كمان فيها تظهر كثافات تانية في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لبولاق ومبابة. وايضا كمان بالنسبه لمحور صفت فهو بيشهد دلوقتي كثافات مروريه هتزيد في الاتجاه لجامعه القاهره. نروح معاكم لمحافظه القليوبيه، ولو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفيه وماشي على الطريق الاقليمي بيفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحره علشان ما فيش اي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. واللي جاي من الزراعي بتظهر كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن أصبحت أقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه التاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري. نكمل جولتنا وهنروح لمحافظة بورسعيد، هنلاقي فيها سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة، هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. من جولتنا المرورية خلونا دلوقتي نستعرض معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل لدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد. في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. في فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 19، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 26، وأقل درجة حرارة في كاترين 15 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.
كالمعتاد مشاهدينا خلينا نبتدي بأهم الأحداث والأخبار اللي حصلت. الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتناول الاتصال الجهود الجارية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال الاتصال موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين لمصر بأي شكل أو صورة، وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل. كمان امبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء منطقة الحدائق المركزية النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة. كمان تفقد الحي السكني الثالث بالعاصمة R3 الإدارية لمتابعة الموقف الخاص بالوحدات المخصصة للموظفين والخدمات المتوفرة داخل الحي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول اتصال الجهود الجارية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاتصال موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين لمصر بأي شكل أو صورة، وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل. من جانبه أكد الرئيس الفرنسي دعم فرنسا التام لموقف مصر، وشدد الرئيسان على خطورة أي تصعيد عسكري في رفح لتداعياته الإنسانية الكارثية على حوالي 1.5 مليون فلسطيني بهذه المنطقة، كما حذر الرئيسان من خطورة توسع الصراع على المستوى الإقليمي ومن ثم ضرورة الدفع السريع لجهود وقف إطلاق النار والتهدئة الإقليمية. امبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء منطقة الحدائق المركزية أو النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وده لمتابعة سير الأعمال النهائية تمهيداً للتشغيل التجريبي للمشروع. وأكد رئيس الوزراء خلال جولته أن هذه الحدائق تعتبر حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية، وهتكون إحدى الحدائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم، بل من أكبر الحدائق حول العالم. تفقد أيضاً الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية لمتابعة الموقف الخاص بالوحدات المخصصة للموظفين والخدمات المتوفرة به، وخلال جولته في أرجاء الحي السكني الثالث للتعرف على مختلف الخدمات المقدمة لقاطني، تفقد رئيس الوزراء إحدى المدارس الدولية الموجودة بالحي واستمع لشرح حول ما تتمتع به المدرسة من تجهيزات وإمكانات متنوعة وما تضم من فصول تعليمية ومعامل وملاعب رياضية وما تقدمه أيضاً من خدمات تعليمية وأنشطة مختلفة لطلابها عبر مراحل التعليم. امبارح نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية مراسم تسليم الشهادات وتكريم الحاصلين على الألقاب العلمية وحملة الماجستير والدكتوراه من الأطباء العسكريين والمدنيين المصريين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة. وألقى الدكتور طبيب طارق رفعت النجدي رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية كلمة أكد فيها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على بناء قاعدة من الكوادر العلمية المؤهلة، وده بالتعاون مع كافة المؤسسات الطبية والعلمية بالدولة بما تمتلك من كوادر بشرية وإمكانيات متطورة في مختلف التخصصات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية داخل مستشفيات القوات المسلحة والقطاع المدني. الموقع الرسمي لوزارة الدفاع نشر امبارح عدد من الوثائق الرسمية حول حرب أكتوبر 1973 تتضمن التخطيط الاستراتيجي العسكري لحرب أكتوبر، واللي بيرقى إلى أعلى درجات الفكر العسكري العالمي، شمل التوجيه السياسي العسكري القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعداد خطط العمليات والخطط التكميلية وتنظيم التعاون الاستراتيجي. أيضا تضمنت الوثائق اللي كشفها الموقع الرسمي لوزارة الدفاع إدارة الحرب من مراحلها حتى وقف إطلاق النار وكيفية تصفية الثغرة ممثلة في الخطة شامل وشامل المعدلة، بالإضافة لفضل اشتباك وانسحاب القوات الإسرائيلية وأيضا بعض مذكرات القادة. بالنسبة لأخبار المحافظات، في الوادي الجديد تم تركيب عدادات التحكم الذاتي في مياه الأبار الجوفية، وفي سوهاج تم إجراء 17 عملية زراعة قوقعة للأطفال بالتأمين الصحي خلال 48 ساعة. نروح مع حضراتكم لشمال سيناء، حيث تم تركيب محولات كهربائية جديدة في قرى الشيخ زويد. في كفر الشيخ تم تمويل 109 مشروع للأسر الأولى بالرعاية. تفاصيل وأخبار أكتر عن المحافظات هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة عن تركيب عدادات المياه على الأبار بمختلف المراكز ضمن منظومة التحكم الكمي بمياه الأبار على مستوى المحافظة، وده تحت إشراف لجنة فنية. وتم تركيب حوالي 30 جهاز بخاصية التحكم الذاتي لمراقبة السحب الآمن من الأبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حدة وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة. في المنوفية أكدت المحافظة أنه تم توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة على المزارعين، وتم الانتهاء من توزيع أكثر من 35 ألف طن نترات ويوريا بنطاق المحافظة، وده اعتباراً من بداية الصرف للموسم الشتوي في الأول من أكتوبر 2023 حتى 17 فبراير الجاري. في سوهاج أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن إجراء 17 عملية زراعة قوقعة للأطفال خلال 48 ساعة بوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وده ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة. في شمال سيناء نفذت شركة الكهرباء ومجلس المدينة وقسم الإدارة الهندسية بالشيخ زويد أعمال تركيب محولات كهربائية جديدة لقرى الثومة وأبو مغيط وأبو مهاوش جنوب وغرب مدينة الشيخ زويد، وجاري العمل على استكمال أعمال الإضاءة لجميع القرى والتجمعات السكنية بنطاق الشيخ زويد. في الشرقية أعلنت مديرية الصحة عن تنفيذ قافلة طبية علاجية شاملة بقرية الروضة التابعة لمركز مدينة الصلحية الجديدة. اشتملت القافلة الطبية على 15 عيادة بها 13 تخصص طبي لخدمة أهالي القرية والقرى المحيطة بالروضة. وقعت القافلة الطبية الكشف الطبي المجاني على 2572 مريض من أهالي القرية مع صرف العلاج اللازم ليهم. في دمياط أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه اليوم الأحد عن عدد من المناطق للصيانة على أن تعود المياه فور انتهاء الأعمال، ومن المقرر بحسب بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط أن تبدأ الأعمال الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً لمدة 6 ساعات. في الأقصر حلقت من أرض مطار رحلات البالون الطائر 45 رحلة أقلت على متنها حوالي 1200 سائح من حول العالم في أجواء من البهجة والفرحة بين السياح القادمين من حول العالم بالبر الغربي. في كفر الشيخ أكدت المحافظة أنه جرى تمويل 109 مشروع للأسر الأولى بالرعاية بتكلفة 2,180,000 جنيه بمشاركة مديرية التضامن بكفر الشيخ تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. نروح مع حضراتكم لفاصل سريع ومن بعده نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معانا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وقاية الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء. في النهاردة كمان فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن أخبار الطقس النهاردة، خصوصا لسه في درجات الحرارة منخفضة يمكن وبرودة شديدة مساء. هو بالفعل يمكن كان في انخفاضات في قيم درجات الحرارة بشكل كبير خلال الأيام الماضية، خاصة إن كان في نشاط لرياح ده ساعد بشكل كبير إن احنا نحس بالبرودة، لكن النهارده إن شاء الله هيكون في تحسن تدريجي في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية. تعتبر درجات الحرارة خلال فترة النهار حول المعدلات الطبيعية، لأن اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع إنها تسجل 19 درجة مئوية. هنلاحظ إن في أغلب المحافظات في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، فده هيخلينا نحس بالأجواء المائلة للدفء في محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد. أجواء مائلة للبرودة ما زالت في المحافظات الساحلية مطلة على البحر المتوسط، أجواء دافية بشكل كبير في المحافظات الجنوبية، جنوب سيناء أو جنوب الصعيد. ده بيكون فترة النهار وخاصة مع وجود أشعة الشمس، لكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا فترات الليل
هتظل قيم درجات الحرارة منخفضة، تظل الأجواء شديدة البرودة في أغلب محافظات الجمهورية خاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر. كمان اليوم كان في شبورة مائية كثيفة في بعض الأماكن وخاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأدت انخفاضات طفيفة في الرؤية الأفقية، لكن إن شاء الله سرعان ما هتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني صعب الكثير وهتبدأ الرؤية الأفقية على أغلب الطرق تتحسن بشكل كبير بالفعل. بالنسبة لفرص سقوط الأمطار اليوم هي قلت طبعا من اللي احنا شاهدناها خلال الأيام الماضية، وهتتحول لأمطار خفيفة مجملها قد تكون متوسطة في بعض الأماكن من السواحل الشمالية للبلاد اللي هي المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة لمدن القناة وجنوب الوجه البحري، لكن إن شاء الله في مجملها غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية. متوقع كمان خلال الأيام اللي جاية مزيد من التحسن في الأحوال الجوية، مزيد من الاستقرار في الأحوال الجوية، وهنلاحظ كمان إن في ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة هتحصل خلال فترة النهار، والأجواء الدافية هتبقى أكتر من النهاردة إن شاء الله، لكن هنأكد على كل السادة المواطنين بلاش يعني تخفيف الملابس، لأن هيبقى في فرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل. هي هترتفع بنسبة قد إيه يا دكتور خلال حتى نهاية الأسبوع؟ هي ترتفع بشكل تدريجي بمعدل من درجتين لثلاث درجات، يعني احنا غدا ان شاء الله عظمى على القاهرة الكبرى تكون 20 درجة مئوية، مع نهاية الأسبوع هتوصل 22 و23 درجة مئوية، فبالتالي هيكون في ارتفاعات، لكن مش هتوصل ل 25 و26 نهاية الأسبوع لسه. نهاية الأسبوع لا، بس ممكن مع مطلع الأسبوع اللي جاي توصل ال 24 أو 25 درجة مئوية فترة النهار، خاصة كمان الارتفاعات بتبقى ملحوظة أكثر في المحافظات الداخلية أكثر، يعني المحافظات الصحراوية شمال الصعيد أو جنوب الصعيد، بس هي الفكرة إن فرق درجات الحرارة بين النهار والليل هيبقى واضح بشكل كبير، دايما فترات الليل هتبقى فيها الأجواء شديدة البرودة، فترات النهار فيها استقرار ودفء، بلاش تخفيف الملابس، نستمر في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة فترات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر، لأن احنا ما زلنا في فصل الشتاء، كمان الظاهرة الجوية المؤثرة هتكون هي الشبورة المائية بالظبط، فمهم جدا تكون مع القيادة بهدوء تام. طيب بالنسبة لحالة البحار، هو طبعا سرعات الرياح قلت بشكل كبير يعني عن الايام الماضيه، فطبعا في اعتدال في حركه الملاحه البحريه على البحر الاحمر والبحر المتوسط، ارتفاع امواج لا يتجاوز 2 متر، فبالتالي البحرين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه وايضا اعمال التنزه، وده ان شاء الله على مدار الايام القادمه كمان. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا لحاله الطقس في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبدا معاكم من القاهره والعظمى 19، الصغرى 12، العاصمه الاداريه 19 10، الاسكندريه 18 10، العلمين الجديده 18 10، مطروح 18 10، دمياط 19 12، بورسعيد 19 12، الاسماعيليه 20 12، السويس 20 12، العريش 19 11، كاترين 12 2، طابا 19 10، حلايب 23 17، شلاتين 26 16، شرم الشيخ 24 15، الغردقه 24 14، الفيوم 20 8، بني سويف 20 8، الوادي الجديد 23 8، اسيوط 21 7، سوهاج 22 8، قنا 23 10، الاقصر 24 10، واخيرا اسوان 24 11. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، لكن نخلي بالنا هو في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، لكن في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر على حتى نهاية الأسبوع الجو بيكون برد، فيا ريت ما نخففش الملابس خاصة لأولادنا اللي رايحين المدارس في الصباح الباكر. هرجع مرة تانية لمنى ومحمد علشان نكمل معاك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا لك. دلوقتي تعالوا نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة وأهم المباريات اللي هتتلعب في الجولة 13 لمسابقة الدوري المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنظم لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة تحت عنوان مقاربات الأدب الفلسطيني في تمام الساعة 1 ظهراً بقاعة الفنون بالمجلس.
النهاردة تفتتح وزارة التموين بالتعاون مع محافظة الجيزة معرض أهلا رمضان بمنطقة الطلبية لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، وتم الحرص على توفير السلع ومد المعارض بالمنتجات لتلبية احتياجات المواطنين بجانب توفير السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية. النهاردة هتنظم مديرية العمل في المنيا 3 دورات تدريبية على التفصيل والتبريد والتكييف بمركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية التابع للمديرية، وده لتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل الداخلي والخارجي وتحسين مستويات المعيشة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. النهاردة تنطلق منافسات الجولة 13 لمسابقة الدوري المصري الممتاز بإقامة 3 مباريات، MP وسموحة الساعة 4 العصر على استاد بتروسبورت، والبنك الأهلي وزاد FC في نفس الميعاد على استاد القاهرة الدولي، وبيراميدز والاتحاد السكندري الساعة 7 مساء على استاد الدفاع الجوي. انطلقت فعاليات الملتقى الترويجي الأول لمصر باعتبارها مقصد لسياحة اليخوت. الملتقى بيتم تنظيمه تحت رعاية وزارة السياحة والأثار، وبيشارك فيه مجموعة من الخبراء الدوليين في سياحة اليخوت والأنشطة المرتبطة بها. ملتقى مهم جدا في توقيت مهم جدا لسياحة اليخوت والترويج ليها. هنتعرف على تفاصيل أكتر معانا على الهاتف دكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والأثار والمشرف على ملف سياحة اليخوت. بنرحب بحضرتك وصباح الخير يا فندم. صباح الخير، اهلا وسهلا. يعني بدايه قبل ما نتكلم عن اهميه انعقاد هذا الملتقى الترويجي الاول، حابين نعرف من حضرتك اهميه سياحه اليخوت ومصر كمقصد دولي لهذه السياحه دلوقتي. طبعا سياحه اليخوت وبالذات اللي بنسميها اليخوت الفائقه احد مصادر الدخل السياحي في اي دوله موجوده على اللي عندها سواحل. يعني بالنسبة لمصر، مصر ما كانتش معروفة كمقصد سياحي لليخوت لعدة أسباب. إنه كان عندنا مشاكل كتير في التعامل مع اليخوت الزائرة، ما كانش حد عارف إمكانيات اللي موجودة أو المزايا السياحية اللي موجودة في مصر لو أنت جايب بيخت. فابتدينا الحقيقة خطة ممنهجة بدأتها وزارة النقل باعتبارها الوزارة اللي تم بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحديد انها تبقى مختصه باستراتيجيه تعظيم سياحه اليخوت بشكل عام. ليه وزاره النقل؟ لان معظم المشاكل اللي كانت موجوده مرتبطه بالنقل البحري بصفه عامه وبالمواني وبالاجراءات اللي بتقابلها اليخوت في الدخول والخروج من المواني، فبدات وزاره النقل في التعامل مع هذه المشاكل، ومثلا انشات نافذه موحده للتعامل مع اليخوت. وبالتالي قبل كده كان بيضطر اليخت ان هو يتعامل مع 16 جهه بشكل منفصل. الكلام ده كله بقى متحدد من خلال النافذة الموحدة بيتعامل من خلالها، هي بيتعامل مع قطاع النقل البحري، قطاع النقل البحري بيتولى هو التعامل مع باقي الجهات، بالإضافة إلى بعض التفاصيل الأخرى في الإجراءات المتعلقة باليخوت. لما تم حل كل هذه التحديات بدأنا في وزارة السياحة والآثار بتوجيهات معالي الوزير إن احنا نحط استراتيجية للترويج، ونبتدي نقول للناس بره انه تعالوا مصر احنا حلينا المشاكل اللي موجوده. جميل. ادي الدنيا عندنا شكلها كده. طيب الكلام ده نعمله ازاي؟ بان احنا ننظم عدد من اللقاءات للمتخصصين في سياحه اليخوت وبالذات اليخوت الفائقه تاني في العالم. بدا تنفيذ الاستراتيجيه بالمشاركه في معرض موناكو الدولي لليخوت الفائقه في سبتمبر اللي فات. حاليا احنا بننفذ الملتقى الاول للترويج لمصر كمقصد لسياحه اليخوت. عندنا 12 واحد من الخبراء في سياحه اليخوت الفائقه ما بين كباتن يخوت، اليخوت، شركات تاجير. طبعا ليه شركات تاجير؟ 80% من نشاط اليخوت الفائقه بيتم من خلال التاجير. فجبنا عدد من شركات التاجير، جبنا خبراء في المراين علشان نقيم المراين اللي موجوده عندنا ونشوف الاماكن اللي ممكن تعمل فيها مراين جديدة لاستقبال اليخوت الفائقة. جبنا خبراء قانونيين، خبير قانوني يعني واحد من المجموعة خبير قانوني لمراجعة الإجراءات اللي موجودة برضو اللي بتتعامل معها اليخوت ونشوف ازاي نبسطها عشان نبقى عندنا ميزة تنافسية مقارنة بالدول الأخرى. طيب مين أبرز المشاركين في الملتقى؟ احنا بنقيمها بالأفراد ولا بنقيمها بالدول ولا بنقيمها ازاي؟ لا، بنقيمها بالافراد الحقيقه. مجتمع سياحه اليخوت او مجتمع اليخوت واليخوت الفائقه تحديدا هو اولا مجتمع صغير، يعني احنا بنتكلم على
عدد اليخوت الفائقه اللي موجوده في حته زي البحر الابيض بنتكلم عن حوالي 5000 يخت. دول اليخت فائق يعني. اليخت من دول احنا السعه الاستيعابيه بتاعتنا قد ايه؟ لا في مصر حاليا لليخوت الفائقه ما تزيدش عن 10 يخوت. بس ده مش قليل يعني. خليني برضه اوضح ان اليخوت الفائقه دي اليخت الواحد بيتاجر في الاسبوع بمليون يورو يعني او مليون دولار. رقم كبير. فهي دي اللي فيها العائد المادي الاكبر في عالم اليخوت. طبعا في يخوت صغيره ودي بيملكها افراد ودي بتتحرك بغض النظر يعني. فاحنا مركزين على اليخوت الفائقه لان هي دي اللي فيها العائد الاكبر. طب تمام. طب مده الملتقى يا دكتور هتبقى قد ايه؟ وكمان مهم جدا نوضح حتى للساده المشاهدين، حضرتك قلت ان هو عدد اليخوت محدود او قليل لكن المردود الاقتصادي كبير. عالي جدا. عايزين نوضح النقطه دي اكتر. طيب حجم نشاط سياحه اليخوت الفائقه في العالم يصل الى 2 تريليون دولار من ال 5000 يخت الصغيرين اللي بنقول عليهم دول. الفكره زي ما قلنا انه اليخوت دي اليخت الواحد بيتاجر في الاسبوع مثلا من 200,000 الى مليون يورو على حسب حجمه. العائد المادي منه مش بس قيمه الايجار او قيمه الضريبه المضافه اللي بتتاخد على الايجار ولكن بما ينفقه هذا اليخت. اليخت في اليوم بيصرف من حوالي من 10 الى 15,000 دولار مصاريف مختلفه ما بين اكل وشرب ووقود وميه والكلام ده. ده في اليوم الواحد يا دكتور 15,000 في اليوم الواحد. في اليوم الواحد. فالحقيقه هي قطاع سياحي عالي الانفاق. اليخوت الفائقه، اليخوت الاصغر منها هي برضو بتنفق ولكن ليس بهذا الكم. ليه مركزين على اليخوت الفائقه؟ ان لما اليخوت الفائقه بتروح مكان اللي هي السوبر ياتس لما بتروح مكان الباقي بيتبعها. وبالتالي احنا قلنا انه من الناحيه الاستراتيجيه نبدا بالتركيز على اليخوت الفائقه. هنلاقي ان في دول جوار بتصرف مئات الملايين من الدولارات علشان تجتذب اليخوت الفائقه برضه. فالحقيقه المنافسه لاجتذاب اليخوت الفائقه هي دي المنافسه العاليه في مجال سياحه اليخوت. مدة الملتقى احنا الملتقى بيتضمن لقاءات عمل يعني اجتماعات ولقاءات مع مسؤولين و و و وبيتضمن زيارات للمعالم السياحية. فالإجمالي المدة 9 أيام. بيزوروا فيها مراين. رحنا المراين في البحر الأحمر ولسه هنروح في اسكندرية المينا والمراين اللي موجودة في الساحل الشمالي. بيزوروا فيها المعالم الأثرية اللي موجودة في الأقصر وأسوان والقاهرة. وعملنا نايل كروز رحلة نيلية معاهم. فالحقيقة عندهم حالة من الانبهار بإمكانيات مصر لسائح اللي جاي بياخد. ولكن زي ما قلنا إنه هذا السائح هو سائح عالي الإنفاق اللي هي السياحة الإليت. والسائح الإليت ده له متطلبات معينة يعني. مثلا بالنسبه للرحلات النيليه هم شايفين الذهبيات. الذهبيات دي حاجه بالنسبه لهم عملنا لهم حاله من الانبهار يعني. التحرك بيبقى بهليكوبتر. فلسه كل يعني كل كلامهم انه طيب هل هيبقى في امكانيه التحرك بهليكوبتر من اليخت اللي مثلا للاقصر او لاسوان. هذه النوعيه من الاسئله المرتبطة بطريقة تعامل سائح المتميز أو سائح عالي الإنفاق مع الحاجات اللي هو بيعملها أو الحاجات اللي هو بيروحها. طيب بالنسبة لنا بقى إحنا إيه من الحاجات دي متوفر عندنا بحيث إن إحنا نجتذب أكبر عدد ممكن؟ والله إحنا كل حاجة ممكنة عندنا يعني الحقيقة. وبرضو دي التعليقات اللي بسمعها من المجموعة. أنا ما إحنا بقالنا دلوقتي حوالي أسبوع مع بعض. التعليقات بتاعتهم طبعا من اول يوم كان في حاله ترقب وانتظار هم هيشوفوا ايه. النهارده لا يعني شايفين انه لا مصر ممكن يتعمل فيها كل حاجه. هي فاضل شويه حاجات صغيره اللي هي بنسميها يعني ايه الفاين تيوننج. التظبيطات الصغيره اللي تخلي الشركات دي والكباتن دول اللي موجودين يبتدي يتكلموا مع العملاء بتوعهم اللي هم في ال عالي الانفاق يعني سائح عالي الانفاق اللي بيقدر اليخت بمليون يورو في الاسبوع. ابتدوا يتكلموا معاهم انه لا تقدر تيجي مصر ونقدر نوضب لك برنامج في مصر. مصر فيها 1 2 3. طلبوا كميه معلومات وكميه بيانات عن تفاصيل كتيره يدل ان هم خلاص يعني ابتدوا يشتغلوا ويفكروا يحطونا على الخطه بتاعتهم او يحطونا في الحسبان. بالظبط. ابتدوا يشكلوا او ينظموا برامج
للعملاء بتوعهم علشان يجوا مصر باليخوت. طب دكتور خالد، حضرتك يعني المشرف على ملف سياحة اليخوت بوزارة السياحة والآثار، هل احنا بنشتغل على استراتيجية عالمية للترويج ووضع مصر على خريطة سياحة اليخوت الفائقة، يعني ندخل أسواق سياحية عالمية ونحاول نجذب عدد جديد من سائحي وعشاق هذه السياحة؟ بالضبط، احنا يعني الهدف الاساسي او المسار الرئيسي في الاستراتيجيه بتاعت الترويج لسياحه اليخوت هي التعريف بمصر. الناس مش عارفه في عالم اليخوت، الناس مش عارفه مصر كمقصد سياحي فيه. الناس متخيله انها علشان تروح مصر الحاجه الوحيده اللي يقدر يعملها ان هو ياخد طياره ويسافر يشوف المعالم الاثريه بتاعت مصر او يزور مصر. فابتدينا نتكلم بطريقه مختلفه، لا انت ممكن تيجي بيخت. طيب لما ابتدينا نتكلم بالطريقه دي ابتدى يبقى فيه، لانه في ناس جت زمان وقابلت مشاكل كتيره جدا، يقول لك لا طب انت عندكم مشاكل واحد اثنين ثلاثه. ابتدينا نتكلم مع الجهات، ابتدت وزاره النقل تتعامل مع المشاكل دي، ابتدت المشاكل دي تتحل. ابتدينا نتكلم تاني انه لا دلوقتي مصر هي دوله مستقبله لسياحه اليخوت، ادي الامكانيات اللي موجوده، ادي المعالم اللي ممكن تروحها، ازاي تروح هذه المعالم. يعني لما يوصل مثلا ياخد الى الاسكندريه او بورسعيد، بنوريهم ازاي يقدر يتحرك. طبعا هم اتكلموا على طيارات الهليكوبتر دي، بس احنا بنوريهم ازاي ممكن نتحرك باوتوبيس او بالقطر. ده جهد مقدر، جهد مقدر ومشكور جدا. يعني بنشكر حضرتك دكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والأثار والمشرف على ملف سياحة اليخوت، وكل التحية للقائمين على هذا الملف والملتقى الترويجي الأول لسياحة اليخوت. من كام يوم حضراتكم كان في دراسة حديثة منشورة في مجلة لانست العلمية بتتكلم عن ارتفاع عدد المصابين بفقر الدم في العالم بشكل غير مسبوق. بتقول لنا الدراسة أن ربع سكان العالم عندهم فقر دم وأنيميا. الإصابات بتنتشر ما بين السيدات أكثر من الرجال، وكمان الأطفال اللي مناعتهم بتبقى ضعيفة جدا، وتحديدا اللي أقل من 5 سنين. خلينا نعرف أسباب أكثر عن ارتفاع أعداد المصابين بفقر الدم من الدكتورة أمال البشلاوي، أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم بكلية طب القصر العيني. صباح الخير عليك يا دكتورة، أهلا وسهلا بك. صباح الخير على حضرتك والسادة المستمعين. سلامات يا دكتورة، ألف سلامة. خلينا نبتدي على طول ونتكلم عن أسباب الإصابة بفقر الدم. هل ليها أي نوع من أنواع الارتباط بالفقر أصلا في حد ذاته، ولا قد يكون شخص ميسور الحال وفي نفس الوقت عنده فقر دم؟ ممكن طبعا فقر الدم ده من الحاجات المنتشرة جدا بين الأطفال والكبار. ممكن يكون الإنسان فقير زي ما حضرتك قلتي، ما عندوش كمية الفلوس اللي ممكن يجيب بيها الأطعمة اللي ممكن تسد حاجة الجسم من عنصر الحديد. أكتر حاجة انتشارا للأنيميا هو نقص عنصر الحديد. العنصر الحديد ده شيء مهم جدا لتكوين كرات الدم الحمراء. ممكن النقص ده يجي نتيجة لأن الإنسان ما بياخدش كمية كافية خصوصا الأطفال من الحديد اللي هو مطلوب لعمل الكمية الملازمة من كرات الدم الحمراء اللي بتخلي الإنسان يقدر يشتغل ويفكر ويعمل مجهود من غير ما يحس بأي نقص في مجهوده في عمل هذا المجهود. نقص الحديد من أكبر الأسباب في نقص في عمل الهيموجلوبين وعمل الأنيميا اللي بتصيب الإنسان، وزي ما قلت الكبار والصغيرين. مش بس الأنيميا وعدم أخذ الحديد، إنما في أسباب أخرى كثيرة ممكن تسبب الأنيميا وتسبب نقص الحديد وتسبب الإجهاد الذي يصاحب الأنيميا. زي مثلا في حالات الأطفال كتير قوي ما بياخدوش الأكل المناسب صحيح. اللي فيه كمية الحديد. طيب يعني هي مرتبطه يا فندم بالتغذيه، بس عايز اسال حضرتك يعني من نتائج الدراسه انه فقر الدم او الانيميا بينتشر اكتر ما بين السيدات عن الرجال. مظبوط. مدى يعني الصحه العلميه لهذه النتيجه؟ دي صحه علميه ليه؟ لان الستات كلهم بيجي لهم الدوره الشهريه. الدوره الشهريه
ده بيفقد تفقد فيهم المرأة كمية كبيرة من الدم. فلما كانت المرأة هذه المرأة ما بتاخدش الغذاء المناسب وكمية الحديد وكمية البروتينات المناسبة اللي هي بتقوم بعمل المنتبين أو كرات الدم الحمراء جسمها، فممكن تصاب بأنيميا نقص الحديد، ودي فعلا كتير قوي في قلب الستات، كتير قوي كمان في قلب الأطفال. في الأطفال كتير قوي بيبقى عندهم نقص في الهيموجلوبين نتيجة إن الطفل ما بياخدش كمية كافية من الحديد، ودي ليها علامات. تلاقي الطفل لونه شاحب، تلاقي الطفل ما بيكبرش كويس، تلاقي الطفل مجهوده كمان في استيعاب الدراسة مش كويس. وكمان في ظاهرة منتشرة جدا، احيانا الام بتلاحظ ان الطفل بياكل من الحيطه، نزل من الحيطه وقفش كده من الحيطه وياكل، او ياكل من الطين. ودي ظاهره بنشوفها في الاطفال اللي عندهم نقص في عنصر الحديد وعندهم انيميا. في اسباب اخرى كثيره ممكن تعمل لي انيميا. طب دكتوره انا عايزه اسالك سؤال، وحضرتك تقولي لنا بقيه الاسباب. اذا حضرتك بتقولي انه قد يكون الدوره الشهريه هي واحد من الاسباب اللي بتؤدي لفقر الدم عند السيدات، طيب السيدات الحوامل بنلاقي كثير منهم عندهم فعلا او في ارتفاع في نسبه الاصابه بفقر الدم في السيدات الحوامل برغم انه مفيش اي فقد للدماء؟ مظبوط. ليه؟ لان ممكن او الستات الحوامل ما بياخدوش كمية كافية من الحديد اللي ممكن جسمهم محتاجهم والجنين كمان محتاجهم. فبيبقى عندهم ناحيتين، هو جسم المرأة نفسها والجنين اللي بتكون، فممكن الاثنين دول يبقوا سبب في نقص الحديد عند المرأة اللي هي حامل. يبقى عندنا الدورة وعندنا الحمل وعندنا سوء التغذية. سوء التغذية من الحاجات المهمة جدا خصوصا في البلاد الفقيرة. فبيبقى سوء التغذية، بيبقى الأم أو الإنسان ما بياخدش العناصر الهامة لتكوين الدم في جسمه زي الحديد زي البروتينات. أو في حاجة تانية مهمة جدا، الأمراض التي تصيب الكلى، لأن الكلى من الأعضاء الهامة جدا اللي بتطلع هرمون بينظم الأنيميا في قلب جسم الإنسان. فلو إنسان عنده مرض مزمن في الكلى، ممكن اول حاجه نلاحظها انه بقى لونه شاحب وان عنده انيميا. طيب يبقى ناخد بالنا اول ما بنلاقي نوع من انواع الشحوب نحاول نبادر باجراء التحليلات المناسبه سواء لامراض الدم والاطمئنان كمان على الكلى. كل الشكر ليكي الدكتوره امال البشلاوي استاذ امراض الدم بطب القصر العيني، شكرا جزيلا لحضرتك. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم واخر الانباء، موجز 8 صباحا بتوقيت القاهره مع دينا شرف. اليكي دينا، اتفضلي. شكرا محمد. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول الجهود الجارية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا ضرورة تعاون الأطراف المعنية لضمان تحقيق تقدم يؤدي إلى حقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع، بالإضافة إلى دفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة. وخلال الاتصال أكد الرئيس السيسي موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة، وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل. ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسي دعم فرنسا التام لموقف مصر، كما شدد الرئيسان على خطورة أي تصعيد عسكري في رفح لتداعياته الإنسانية الكارثية على حوالي 1.5 مليون فلسطيني بهذه المنطقة. كما حذر الرئيسان من خطورة توسع الصراع على المستوى الإقليمي، ومن ثم ضرورة الدفع السريع لجهود وقف إطلاق النار والتهدئة الإقليمية.
أكد وزير الخارجية سامح شكري رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، سواء كان ذلك تهجيرا داخليا أو خارجيا. وقال شكري في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن إن مصر تفعل ما بوسعها للتعاون مع الدول الصديقة والولايات المتحدة من أجل رفع المعاناة عن الفلسطينيين المدنيين، وفي مسعى أيضا لحل هذا الصراع والتوصل إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف الأعمال العسكرية بما يؤدي إلى وقف نهائي للأعمال العدائية. وفي هذا السياق رفض الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة إجراء انتخابات مبكرة، وذلك في الوقت الذي تجمع فيه آلاف الإسرائيليين في تل أبيب للمشاركة في احتجاج مناهض للحكومة. وعند سؤاله خلال مؤتمر صحفي عن الدعوات داخل حزب الليكود الحاكم لإجراء انتخابات مبكرة فور انتهاء الحرب في غزة، قال نتنياهو إن آخر ما يحتاجه الآن هو الانتخابات والتعامل معها. هذا وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبية نتنياهو منذ 7 أكتوبر الماضي. كما طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. وتأتي مطالبة بن غفير بعد يوم من إعلان التلفزيون الإسرائيلي أن الوزير يضغط من أجل منع الفلسطينيين من دخول الحرم القدسي خلال شهر رمضان. هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوحدات العسكرية الروسية التي سيطرت على مدينة أفدفكا الأوكرانية وقائد هذه القوات. وجاء في الموقع الإلكتروني الكرملين أن بوتين تلقى تقريرا من وزير الدفاع سيرجي شويغر يفيد بسيطرة الجيش على المدينة الأوكرانية. ومن جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية انسحبت من أفدفكا وتحصنت في أحد المصانع بعد سيطرة وحدات روسية بالكامل على البلدة الواقعة في منطقة دونتسك. حمل الرئيس الأمريكي جو بايدن المشرعين الأمريكيين مسؤولية سيطرة روسيا على مدينة أفدفكا في شرق أوكرانيا. جاء ذلك على خلفية عرقلة الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس إقرار 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تحتاج إليها أوكرانيا. وذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن أجرى اتصالا بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لتأكيد التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم أوكرانيا. قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية قصفت وأطلقت صواريخ على سلسلة من المدن في شرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل. وتعرضت مدينتان قريبتان من خط المواجهة في منطقة دونتسك بشرق أوكرانيا هما كارماتورسك وسولفيا نسك، وتعرض لإطلاق نار. ومن جانبه قال حاكم منطقة خاركيف إن شخصا قتل عندما استهدفت قذائف روسية منزلا بالمنطقة. ختام موجز 8 فاصل ونعود لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم. وزارة التعليم طرحت المواد التعليمية والتدريبية للفصل الدراسي الثاني أونلاين على موقعها الرسمي من أول سنة رابعة ابتدائي ولغاية ثالثة ثانوي. المحتوى ده بيقدم شرح سهل مبسط للمناهج مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية اللي ممكن تكون بتساعد الطلاب إنهم يفهموا المواد الدراسية. السؤال منا إزاي الطالب ممكن يستفيد من المواد التدريبية والتعليمية المتوفرة أونلاين على موقع الوزارة، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار الكتب الخارجية؟ ده اللي هنعرفه مع حضراتكم في فقرتنا النهاردة من خلال ضيفنا اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر، دكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة. برحب بيك يا دكتور، منورنا ومشرفنا. صباح الخير يا فندم على حضراتكم وكل السادة المشاهدين. أولا قرار مهم جدا طرح المواد التدريبية والتعليمية أونلاين، شايف أهمية القرار ده إزاي وإزاي ممكن الطالب يستفيد منها بشكل مباشر؟
طيب هو القرار ده الحقيقة قرار مهم جدا وقرار متوقع في ظل توجه الدولة نحو رقمنة التعليم. القرار ده بيزود الميزة التنافسية للكتاب المدرسي في مقابل الكتاب الخارجي اللي طبعا له سطوة كبيرة وأهمية كبيرة وتواجد كبير بين الطلاب حاليا يعني. كمان بيزود نقاط القوة لوزارة التربية والتعليم في مواجهة ظاهرتين من الظواهر المؤثرة قوي في النظام التعليمي، ظاهرة الدروس الخصوصية والكتاب الخارجي. أنا بعتبر أن ده بالنسبة للطالب فرصة كبيرة جدا وجيدة جدا، لأنه طبعا بيتيح له المحتوى بشكل رقمي، مفيش بقى المشاكل اللي كنا بنشوفها تأخر الكتاب المدرسي. بالمناسبة الكتاب المدرسي هيبقى موجود، الورقي موجود، لكن دلوقتي بيتم طرح الكتاب النسخة الإلكترونية بشكل مسبق وموجودة ومتاحة أمام جميع الطلاب، ياخدها في أي مكان، يقدر يفتحها في أي مكان، يقدر يستفيد منها في أي مكان وفي أي وقت بدون القيود اللي بيفرضها عليه الكتاب المدرسي التقليدي الورقي اللي الطالب بالتأكيد متعود عليه، لكن هيبدأ يتعود بدءا من تطبيق الكتاب الإلكتروني، يبدأ يتعود على نظام جديد في المذاكرة. بعد كده الكتاب المدرسي مش هيبقى موجود، يعني هيبقى كله إلكتروني ولا لازم يبقى الكتاب المدرسي الورقي موجود؟ لحد الآن الكتاب الورقي موجود. وبعدين هو الكتاب الإلكتروني فيه ميزة ان انت ممكن حتى لو تم الاستغناء عن الكتاب الورقي بعد كده ان انت تطبعه، يعني موجود في كل المميزات الموجودة في الكتاب الورقي بالإضافة الى الجانب التكنولوجي والرقمي اللي كل النظام التعليمي دلوقتي بيعتمد عليه. طيب المعلومات اللي موجودة جوه الكتاب المدرسي هايلة، وفي تطوير كبير في المناهج احنا شايفينه، فالمعلومات اللي موجودة في الكتاب المدرسي لا تقل أبدا عن الكتب الخارجية، ووضعت الكتب الخارجية في مأزق انهم هم اللي بقوا يضطروا في بعض الأحيان للحشو ولزيادة المعلومات عشان يضاهوا عدد المعلومات اللي موجود في الكتب المدرسية. لكن النقطة اللي بتبقى الخلافية هي عدد التمارين بتاعة التدريب أو عدد التطبيق، هل ده بيبقى موجود على الموقع أو أونلاين؟ دلوقتي فكرة الكتاب الإلكتروني أصلا فكرة عبقرية لعدة أسباب. إحنا دلوقتي لما بنتكلم على الكتاب الورقي التقليدي سواء كتاب خارجي أو كتاب المدرسة أو كتاب الوزارة، المصادر بتاعة التعلم فيه محدودة، يعني مفيش قدام الطالب غير أنه هو يقرأ النص أو يشوف صورة. لكن الكتاب الإلكتروني بيتيح العديد من المزايا الأخرى، أنه دلوقتي ممكن دلوقتي يضمن في هذا الكتاب الإلكتروني رابط لفيديو مثلا، يبقى الطالب وهو بيقرأ الكتاب الإلكتروني ده قدامه رابط، لو ضغط عليه يدخل يشوف فيديوهات عن الدرس ده، قدامه رابط تاني ممكن يضغط عليه يدخل على المنصة اللي بتاعت التربية والتعليم اللي فيها نماذج للامتحانات، ويقدر يحل امتحانات ويحل تدريبات كتيرة جدا على الموضوع اللي هو بيذاكره في نفس الوقت ومن نفس المكان، مش هيبقى مضطر ان هو يقفل الكتاب ويدخل على الانترنت يفتح المنصة علشان يبدأ يحل أسئلة، وإنما من داخل النص نفسه، من داخل الكتاب نفسه، يقدر أنه يضغط على لينك معين يدخله لفيديوهات عديدة عن الدرس ده يقدر يستمع إليها، يعني وسائط متعددة أكتر من اللي موجودة في الكتاب الورقي أيا كان الكتاب الورقي ده. كمان ميزة التدريبات دي اللي هي بتبقى، يعني إحنا بنقول الكتاب الخارجي ليه سيطر لفترات طويلة، في تمارين زي ما حضرتك تفضلت وأشرت، أحد العناصر المهمة التمارين اللي موجودة فيه والاختبارات ونماذج الامتحانات. كمان هو بيقدم المعلومة بشكل تحليلي، يعني بيركز على كل جزئية فيها في الكتاب الخارجي. دلوقتي كتاب الوزارة بدأ يعمل نفس الكلام ده، لكن برضو في حاجات تانية يعني ممكن نستغل الفرصة ونطالب بيها برضو، يعني احنا محتاجين، مسيرة التطوير لا تنتهي، محتاجين برضو يعني مثلا في الكتاب المدرسي ده تبص تلاقي مكتوب الفيزياء للثانوية العامة، لا الكتاب الخارجي ما بيعملش كده، الكتاب الخارجي بيستخدم اسم جاذب للطلاب. دايما الكتاب الخارجي بيبقى له اسم، بيبقى كمان تصميم الغلاف الحاجات البسيطه دي بيبقى بس بتبقى مؤثره. بس هتفرق في ايه؟ في اسم ده، اسم للمفضله التجاريه ما بين الكتاب الخارجي والكتاب الخارجي الاخر، ولكن اساس المنهج هو الفيزياء بالفعل، فاحنا هنسميها فيزياء هنسميها ايا كان، لكن هو احنا بنتكلم عن بالعكس قد يكون ده اكثر وضوحا واكثر مباشره يعني. لا بالظبط، هو كلام حضرتك، احنا بنركز على المحتوى ده شيء مهم واساسي يعني، لكن احنا بنتعامل برضو مع طلاب، والطلاب دول بيخضعوا للتاثيرات الدعائيه، يعني لو احنا حتى بنلاحظ
أسلافنا العرب مثلا لما كانوا يجوا يألفوا كتب كانوا بيخلوا العنوان جاذب، يعني يجي مثلا كتاب في النحو يقول مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ما يقولش كتاب النحو، فيقوم الاسم الجاذب ده يجذب الطلاب. ودي كانت البداية، يعني بداية جذب الكتب الخارجية للطلاب كانت من خلال الاسم الجاذب، من خلال التصميم الجيد، من خلال التركيز على الخلاصة اللي عايزها الطالب اللي هي الامتحانات. طبعا احنا ضد ان يبقى في تركيز على نظام الامتحانات في الكتاب المدرسي، ولكن مفيش مانع ان احنا نستعين بالادوات الاخرى، الاسماء الجاذبة، التصميم الجيد للكتاب، بالاضافة للميزة اللي مش هيقدر الكتاب الخارجي يحققها، وهي ميزة ان يبقى فيه محتوى الكتروني مرتبط بالمنصات التعليمية وبالشروح الفيديو حضرتك فيها الأسئلة. ونتوقف عندها بعد اذنك شوية، يعني من جاذبية العنوان لجاذبية المحتوى، ده الاهم بالزبط. المحتوى اللي بيقدم للطالب ويخليه فعلا يتابع الكتاب الالكتروني او الكتاب المدرسي بشكل دائم ومستمر. السؤال هنا، انا ازاي ممكن استفيد من الكتب اونلاين دي؟ مش بس عرض فيديوهات ووسائط متعدده، فكره التفاعليه دي مهمه جدا، لانه الانترنت بيديني ميزه التفاعليه، وان ممكن يبقى في اسئله اطرحها، يبقى في اجابات، يبقى في مثلا نقاط معينه في درس معين في الفيزياء او غيره عايز استزيد منها اكتر وافهم منها. التفاعليه دي ممكن ازاي تتحقق في الكتاب اونلاين؟ الكتاب الالكتروني ميزته ان هو انت قاعد في مكان واحد، وممكن المكان ده ما يكونش البيت، يعني ممكن وانت في المواصلات حتى بتقدر ان انت تدخل، بس يشترط ان انت تكون يعني على الانترنت. ويمكن ده بيعدوه احيانا من العيوب، يعني انت عشان تستفيد استفاده كامله بنسبه 100% من الكتاب الالكتروني لازم تكون يعني متصل بالانترنت. بس تصفح المنصات التعليميه متاح بالمجان في مختلف اشتراكات الانترنت، يعني اذا كانت الباقه موجوده او اذا كانت الباقه مش موجوده، المنصات التعليميه متاحه بالمجان كامله. بالظبط. فهو لو حابب يستزيد، لانه طبعا هو الطالب بيبقى يعني حب الاستطلاع بيدفعه لمزيد من البحث ومزيد من الرغبه في اكتشاف المزيد من المعلومات. يعني ميزه الكتاب الالكتروني انه من مكان واحد وانت قاعد قدام شاشه التابلت بتاعك بتقدر ان انت تشوف كل حاجه تتعلق بهذا الموضوع اللي انت بتدرسه. لو حابب تزود، يعني طبعا احنا عندنا انماط تعلم مختلفه، في ناس بتحب تشوف فيديوهات، في ناس بتحب تشوف صور ورسوم بيانيه، في ناس بتحب تطبق وتعمل تحل اسئله وهكذا، كل ده بيكون متاح من مكان واحد، ما انتش محتاج تتنقل من مكان لاخر او من مهمه لاخرى علشان تمارس كل هذه الانواع من الانشطه. انت من نفس المكان بتقدر تعمل كل هذه الانشطه، وتقدر تطبق، وتقدر تحل امتحانات، وتقدر تشوف فيديوهات، وتقدر تسمع، وتقدر تشوف رسوم وصور، كل هذه الاشياء تقدر تسال من مكان واحد. حته بقى تقدر تسال دي هي بتوصلك للمنصه الالكترونيه، المنصه الالكترونيه متاح فيها ان انت تسال، ومتاح فيها محاضرات تفاعليه من بين المعلم والطلاب، لان احنا عندنا نمطين من التعلم المنصات التعليميه بتتبناهم، نمط التعليم غير المتزامن والتعليم المتزامن، يعني ساعات بيبقى في محاضرات تفاعليه المعلم موجود مع الطلاب، او محاضرات مسجله وانت بتدخل تسمعها بعد كده، النمطين متاحين عبر المنصات التعليميه اللي بتتاحها وزاره التربيه والتعليم. كمان يعني احنا عايزين نقول برضو ان الكتاب المدرسي ده الالكتروني او الورقي ايا كان، مش هتحقق انت كطالب الاستفاده القصوى من التعليم من نظام التعليم الحالي الا بالدمج بين الثلاث حاجات اللي بتتحهم الوزاره، ان انت تستمع لقنوات مدرستنا، تشوف الدروس عبر قنوات مدرستنا، ان انت تدخل على المنصات، والمنصات وزاره التربيه والتعليم طورتها وبتطور فيها باستمرار بشكل كبير جدا. دلوقتي بقى في بنوك اسئله متاحه، ويقدر الطالب يعني الميزه اللي كانت بتميز الكتب الخارجيه امتحانات سابقه واسئله كتير وهكذا، بقت دلوقتي موجوده وبالمجان على المنصات التعليميه، وبالاضافه الى القراءه من الكتاب الالكتروني والتلخيص بقى، وتعمل انت مهاراتك المطلوبه منك علشان تبقى بتذاكر بطريقه جيده، وتلخص وتقارن وتحلل وتعمل كل حاجه اللي انت عايزها، وما فيش مانع انت تعمل ده في ورقه خارجيه وتبدا تكتب مذكراتك الخاصه وملخصاتك الخاصه. دكتور، في ميزه يمكن حضرتك لسه اشرت ليها ولسه بتتكلم فيها، انه الكتب الخارجيه، وكنا لسه بنتكلم في الموضوع ده، كان من ضمن مميزاتها اللي الناس بتقبل عليها علشان التدريب وعلشان الاسئله. بعد بنك الاسئله، وبعد بقى في نماذج بتقدمها الوزاره، مش بس بقى في اسئله مختلفه، بقى في توجيه للشكل المطلوب
ان هو الطالب يتعلمه او يستفيده، ما يبقاش فيه حشو على الفاضي. لو الدرس ده متاخد علشان في مجموعه اهداف بتبقى معلنه في بدايه الدرس بيتم التطبيق عليها من خلال بنك الاسئله. في بعض الاحيان كانت الكتب الخارجيه بتحط اسئله عشان تبقى حطت اسئله كتير، لكن اللجوء للمنصات والبنك الاسئله اعتقد بيعظم الفائدة في الاستجابة للفهم للدرس المفروض يتفعل. أنا بحيي حضرتك على النقطة دي، وهي نقطة فعلا مهمة جدا جدا، لأنه إحنا لو بنشوف الكتاب الخارجي ده بيجيب أسئلة منين؟ بيجيب أسئلة السنوات السابقة وامتحانات السنوات السابقة ويحطها في الكتاب. طيب السنوات السابقة قوي يعني من قبل سنتين ثلاثة كانت نظام الأسئلة مختلف خالص عن النظام اللي موجود دلوقتي، هو هيجيبها وهيحطها في الكتاب والطالب هيدخل يحلها، وبيعمل بقى الطالب ده بيحصل له مشكلة لما بيدخل اللجنة ويلاقي ان نظام الأسئلة آخر السنة مختلف تماما لأنه هو جاب لك امتحانات سابقة أيوة، لكن نظام الامتحانات ونظام الأسئلة اتغير وبقى فيه تعديلات كبيرة جدا وجذرية. فالأضمن لك كطالب دلوقتي في الثانوية العامة، وحديثنا طبعا لأبنائنا طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، الأضمن لك أن أنت تدخل دلوقتي وتتابع الأسئلة اللي موجودة على المنصات التعليمية اللي أتاحتها وزارة التربية والتعليم، لأن الأسئلة دي أعدت وفقا للنظام الجديد وبتقيس مهارات الفهم والتطبيق والتحليل والتركيب، ودي المهارات اللي الوزارة بتستهدفها ومخرجات التعلم اللي الوزارة بتسعى لتحقيقها. اعتمادك على الأسئلة اللي موجودة في الكتب الخارجية غلط جدا، لأن الأسئلة دي معظمها مش هنقول كلها ممكن يكونوا يعني آخر سنتين مثلا وفقا للنظام الحديث، لكن السنوات اللي قبل كده أنت بتدخل تحل أسئلة بتبرمج دماغك على طريقة معينة في المذاكرة وطريقة معينة في الحل، هي بالتأكيد غلط لأن دي كانت قديمة قوي وتم تطويرها في الوقت الحالي. طب دكتور عاصم، لأي مدى ده ممكن يساعد في تقليل ظاهرة الكتب الخارجية؟ يعني كل أسرة مصرية دلوقتي بتحط في ميزانيتها الشهرية بند كده للكتب الخارجية، وطبعا أعباء اقتصادية جامدة جدا على الأسر إنها تشتري، خصوصا لو كان في أكتر من طالب مثلا في ثانوية عامة أو في شهادات داخل البيت الواحد. ممكن إزاي المنصات دي تقلل أو الكتب أونلاين تقلل من انتشار ظاهرة الكتب الخارجية، أو تحاول شوية ما تبقاش منتشرة زي زمان؟ طبعا الخطوة خطوة جميلة جدا وجيدة جدا، وطبعا التركيز الإعلامي على إبرازها وإظهارها ده كويس جدا، لأن الناس برضو لسه ما تعرفش حاجة عن المميزات دي، فلما نطلع ونقول لهم مميزات الحاجة دي إيه ويبدأوا بالفعل يستخدموها وأكتر من مرة وهكذا، ويحصل نوع من الألفة والخبرة بهذه الطريقة في التعليم الجديدة، إن أنا يبقى معايا الكتاب أونلاين وإن أنا أقدر أدخل من الكتاب ده للمنصات التعليمية وأستفيد من الكنوز اللي موجود عليها، أنا بعتبرها الحقيقة كنوز، الأسئلة والتطبيقات والفيديوهات وهكذا، ولاقي نفسي إن أنا بقدر أحصل المعلومة بأكتر من شكل وبأكتر من طريقة وأطبقها وأحل عليها كل ده في جلسة تعليمية واحدة وفي مكان واحد، فدي ميزة مش موجودة في أي حاجة تاني، والمفروض إن أنا أجربها وهتأكد بنفسي لما أجربها إن دي أفضل مليون مرة من الاعتماد على الكتب الخارجية. وشيئا فشيئا يعني الكتب الخارجية دلوقتي ثقافة، صحيح، والثقافة طبعا صعب تغييرها في يوم وليلة، شكلت عبر سنين، في سنين كده في ثقة في الكتاب الخارجي وترشيحات الأقران السابقين وهكذا. لا، وهي خلينا برضو نقول لينا واللي علينا، كانت حل لمرحلة من المراحل اللي كان بيحصل فيها تأخر كبير في كتب الوزارة، فكانت الناس بتستعيد بالكتب الخارجية، ولكن ده الموضوع اتقفل تماما دلوقتي بعد إتاحة النسخ الإلكترونية من كتب الوزارة، لكن في فترة ما كانش في حلول. يعني هي مرتبطة بظاهرة الدروس الخصوصية، لأن الدروس بتبدأ بدري والمعلمين بتوع الدروس بيبدأوا بدري والكتاب المدرسي بتأخر شوية، فبينزل الكتاب الخارجي، فبنضطر ان احنا نستخدم كتاب خارجي علشان نبدأ نشتغل بيه في الدروس الخصوصية وهكذا. وطبعا مدام بدأنا بكتاب بنفضل ماشيين بيه وخلاص بنشتغل تعود في السنوات السابقة، وتحولت للأسف لثقافة، وللأسف هذه الثقافة يعني بوظت كتير قوي في 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 طريقة المذاكرة وطريقة وتوجهاتنا كمان نحو العملية التعليمية. بقينا بنذاكر وبنتعلم علشان نمتحن ونجيب درجات كويسة مش علشان نتعلم، فهي غيرت، هي كثقافة غيرت كتير جدا في مفهومنا عن التعليم ومفهومنا عن الدراسة ودافعيتنا نحو التعلم وتحقيق النجاح يعني. طيب دكتور، فكرة ان الكتب الوزارة متاحة على موقع الوزارة
ومش موجودة فقط كنسخ للقراءة فقط، لا موجودة ومشروحة على المنصات التعليمية المختلفة. الميزة في الموضوع فكرة وجود الشرح من أكثر من معلم، يعني إذا لم تستطع تلقي المعلومة من واحد من المعلمين فهناك شرح واثنين وثلاثة وكلهم يعني طبعا تابعين لوزارة التعليم. فكرة اختيارك كأنك برضو بتختار مدرس الدرس الخصوصي بتاعك. بالظبط، ده وفر عبء مادي كبير على الاهالي. ده بنسميه في علم النفس التربوي يعني التعليم المتمايز. انه بيقدم لك تعليم متوافق مع احتياجاتك ومع قدراتك، وتقدر ان انت تتعلم براحتك وبالشكل اللي بتفضله، لان الناس عندها اساليب مختلفه في التعلم زي ما قلنا من شويه. كمان سرعه التعلم بتختلف من شخص لاخر، ففي ناس بتبقى محتاجه ان هي تسمع الحاجه مره واحده فتفهمها، في ناس بتبقى محتاجه تسمعها باكتر من طريقه ومن اكتر من شخص وتكرر وهكذا. فكل ده متاح، يعني عايزين نقول لابنائنا ان وزاره التربيه والتعليم قدمت لك كل ما يمكن تقديمه الحقيقه، يعني انجازات ضخمه جدا وكبيره جدا، ومش سهل ان هي تتعامل في هذا الوقت القياسي. يعني يبقى دلوقتي ان انت تدخل تستفيد من هذه الميزات اللي قدمتها وزارة التربية والتعليم. لما تدخل تقرأ النص من الكتاب الورقي او الكتاب الالكتروني وتستمع لهذا النص من اكتر من معلم، وتجرب ان انت تحل اسئلة على هذا الموضوع اللي انت درسته، وتحصل على الاجابات او تحصل على فيدباك مباشرة على الاجابات اللي انت قدمتها، كل هذه الامور بتدعم التعلم. وبالمناسبه يعني في دراسات اجنبيه وعربيه اتعملت في 2015 اكدت ان الطلاب مع الكتاب الالكتروني بيكون تحصيلهم اعلى من الكتاب الورقي، يعني دي حاجه مهمه جدا. يعني طب حضرتك هنا اشرت من شويه لنقطه مهمه جدا، هي فكره او فلسفه التعليم نفسه. انا بتعلم يعني الكتب الخارجيه فكره رسخت لفكره ان انا لازم احشي عقلي بمجموعه من المعلومات عشان امتحن واجيب درجه كويسه بعد كده. فكرة إزاي أغير ده لفكرة التعلم الحقيقي، فكرة تشكيل فكر نقدي ويبقى في شخصية حقيقية للطالب، أعمل ده إزاي من خلال التعليم أونلاين وبشكل فعلا يضمن تشكيل شخصية طالب مش فقط شخص هيدخل امتحان ويؤدي هذا الامتحان. برضو دي نقطة مهمة جدا جدا، لأن احنا كنا بنشوف طالب مثلا حاصل على الدرجة النهائية في اللغة العربية وما بيعرفش يتكلم أو ينطق بطريقة صحيحة أو في اللغة الإنجليزية وخلافه، فهو كان اللي بيركز عليه الطالب إن هو لما يجيله سؤال كذا يحل إيه. حتى كمان كان في استراتيجيات كده للحل، لو جات لك كلمة كذا في أول الجملة والباراجراف مثلا تكتب كذا في الأول وكذا في الآخر، الحاجات اللي هي الطلبة تعودوا عليها عبر فترات طويلة. يعني طبعا لا، دلوقتي الامور اختلفت تماما، بقى في دلوقتي احنا تجاوزنا مستوى الحفظ والتلقين ودخلنا المستويات اعلى في من المستويات المعرفيه، بقى مطلوب منك ان انت تفهم، بقى مطلوب ان انت تطبق، بقى مطلوب ان انت تعمل عمليات تحليل وتركيب على المحتوى. كل هذه الامور عايزه اعمال للعقل، مش عايزه مجرد ان انا احفظ انماط ثابته للاسئله وانماط اخرى ثابته للاجابه، لا بقت كمان الاسئله مش لازم تيجي مباشره من الكتاب، ومش لازم تيجي نصا من الكتاب، ده بتيجي في صيغه تطبيقيه وفي صيغه يعني تتطلب من الطالب انه يكون فاهم كويس قوي وقادر ان هو يمارس عمليات عقليه عليا على هذا المحتوى، ويقدر ان هو يصيغها في اختياره للاجابه الصحيحه بعد كده في الامتحان. وبالتالي فكرة ان انا يبقى عندي اسئلة اشوفها وادخل احل زيها بقت يعني خلاص ما عادتش موجودة دلوقتي. الطلاب في بداية تطبيق هذه المنظومة كانوا بيواجهوا مشكلات، لان هم اتعودوا على الطريقة القديمة دي، اتعودوا ان انا بحفظ اسئلة وبدخل الاقي الاجابة بتاعتها وبالتشابه وحاجات كده يعني. فدلوقتي لا، دلوقتي بقى عارف ان هو لازم يذاكر ولازم يفهم الكلام ده ولازم يسعى لان هو يفهمه باكتر من طريقه، عشان لما يدخل ويلاقي السؤال مختلف في صيغته يقدر ان هو يجاوب عليه لانه فاهم كويس قوي المحتوى اللي السؤال ده بيسال فيه. دكتور، واحد من المشكلات اللي كانت بتواجه طلاب المدارس الفرنسيه او الالمانيه، يعني اللي هم في التعليم المصري ولكن اللغه بتكون غير اللغه الانجليزيه، ان هم ما كانوش بيلاقوا كتب خارجيه تساعدهم، ما كانوش بيلاقوا اسئله، فكان بيبقى عندهم حاجز اللغه في الترجمه الاول من الكتاب الخارجي للغه الاساسيه او للغه اللي بيدرسوا بيها، وبعد كده يبتدوا يحلوا. ده واحد من المشكلات اللي تغلبت عليها تماما المنصه، بانها بتوفر كل حاجه مترجمه باللغات اللي كلها بتدعمها التعليم في وزاره التربيه والتعليم. بالظبط يا فندم، يعني يمكن بنقول ان معظم مشكلات
اللي كانت بتواجه الطلاب في اي مسار من المسارات التعليميه بيتم حلها؟ يعني الجانب الرقمي ده في التعليم بيتيح لنا ان احنا نحل كتير جدا من مشكلات النظام التعليمي بسهوله ويسر، كثافه الطلاب، عدم توافر الترجمات، عدم توافر الكتب، كل هذه المشكلات اللي بيعاني منها النظام التعليمي عبر سنوات طويله دلوقتي بيتم حلها عن طريق رقمنة التعليم. علشان كده احنا بنتمنى ان اولياء الامور والطلاب يدركوا هذه المميزات ويعرفوا ان النظام التعليمي لما بيتطور نحو الاتجاه الرقمي فده في مصلحة الطالب وفي مصلحة ولي الامر وفي مصلحة العمليات التعليمية. وحضرتك كمان اشرت ان احنا عندنا كنوز حقيقي موجودة ما نعرفش عنها حاجة، يعني برضو نقطة مهمة جدا ان احنا نعرف الطلاب واولياء الامور ازاي يتواصلوا ويدخلوا المنصات دي اللي بتتيح مواد تعليميه وتدريبيه اونلاين عبر وزاره التربيه والتعليم او حتى متابعه مدرستنا قناه مدرستنا والمضمون التعليمي اللي بيقدم. احنا ما نعرفش كتير فمحتاجين نوعي الناس ونقدم معلومات انه ازاي يتم الاتاحه والدخول لمثل هذه المنصات. بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا دكتور عاصم حجازي استاذ علم النفس التربوي بجامعه القاهره. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا. مشاهدينا فقراتنا لسه مستمره، خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل معاكم باقي حلقات. بنصبح على حضراتكم مره تانيه، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضيه محليا وعالميا. رابطة الأندية المصرية المحترفة أعلنت عن زيادة عدد المشجعين ل 20,000 مشجع في مباريات الدوري المصري الممتاز عقب أو نايل دوري نايل، ده عقب موافقة الجهات المتخصصة. منتخب مصر للكرة الشاطئية خسر أمام منتخب إيطاليا بنتيجة 6-2 في مباراة لجامعة المنتخبين في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم بالإمارات، وودع منتخب مصر البطولة بعد فوز البلد المضيف على أمريكا في لقاء الجولة الثانية والخسارة من منتخب إيطاليا بنتيجة 6-2. نجحت فريدة عثمان لاعبة المنتخب المصري للسباحة في صناعة التاريخ في بطولة الألعاب المائية المقامة في قطر بعد حصد الميدالية البرونزية في السباق 50 متر فراشة للمرة الثالثة في تاريخها. وفي الدوري الإنجليزي حقق ليفربول فوز كبير على مضيفه برنتفورد بنتيجة 4-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب جريفن بارك في افتتاح منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي ممتاز. ونجح النجم المصري محمد صلاح في صناعة ثاني أهداف الريدز من توقيع الأرجنتيني ماك أليستر في الدقيقة 55، وأضاف صلاح ثالث أهداف ليفربول في الدقيقة 65 من اللقاء من مجهود فردي رائع. وصل فريق أرسنال نتائجه الرائعة وحقق فوز كبير على بيرنلي بنتيجة 5-0 في المباراة لجامعة الفرقتين على ملعب تريرف مور معقل بيرنلي ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز. كمان خسر فريق توتنهام هوتسبير أمام ولفرهامبتون بنتيجة 2-1 في مباراة لجامعتهم ضمن نفس الجولة في الدوري الإنجليزي البريمير ليج. ونروح للدوري الإسباني، وحقق فريق أتلتيكو مدريد فوز كبير على لاس بالماس بخماسية نظيفة في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني للموسم الجاري. فريق باير ليفركوزن عزز صدارة ترتيب الدوري الألماني بالفوز على هايدنهايم بنتيجة 2-1 في مباراة لجامعة الفريقين ضمن منافسات الجولة رقم 22 من عمر الدوري الألماني للموسم الحالي. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمحمد ومنى علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. من جولتنا الرياضية وأخبارنا الرياضية لفقرة الرياضة النهاردة وصباح الخير يا مصر. وزي ما تابعنا في الأخبار، الصراع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز مشتعل جدا، ده بعد ما فريق ليفربول قدر امبارح انه يحافظ على صدارته للدوري الانجليزي الممتاز بعد فوزه على برنتفورد بنتيجه 4-1 في ليله عوده محمد صلاح للملاعب بعد 30 يوم والاصابه اللي تعرض ليها مع منتخبنا الوطني في كاس الامم الافريقيه بكوت ديفوار.
خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن الصراع اللي بيحصل في البريمير ليج، كمان هنتكلم عن ابرز مباريات امبارح في الدوريات الخمسه الكبرى مع الدكتور عثمان ابراهيم الناقد الرياضي. يا دكتور عثمان بنفرح لما بتكون معانا، صباح الفل عليك. طبعا صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، والنهارده عندنا يعني وجبه كرويه اوروبيه دسمه. جميل. طبعا برعايه نجمنا محمد صلاح بعد العوده بعد غياب 30 يوم. قول لي بقى ايه اللي حصل امبارح، ليفربول وبرينتفورد نتيجه كبيره جدا، اهداف اهداف اهداف، ماذا حدث؟ طيب بالنسبه لماتش امبارح، كان برينتفورد كان عنده مجموعه من الاخطاء الدفاعيه الغريبه جدا، ولعبه ليفربول ما بيرحموش زي ما بيقولوا، يعني ما جالهم الفرصه بيسجلوا بشكل مباشر ما بيهزروش، لان ليفربول في موقعه الحالي متصدر الدوري وعارف ان في منافسه شرسه، واثنين بيجروا وراه، اثنين يعني من الفرق الثقيله ارسنال ومانشستر سيتي اللي هم كانوا السنه اللي فاتت هم اللي كانوا بيتنافسوا على الدوري، وكان ليفربول بعيد عن الصوره، فبالتالي المنافسه هتكون صعبه. فالفرصه لما تجيلك لازم تستغلها. ممكن نتكلم على شقين، الشق الاول ان ليفربول حافظ على صداره الدوري 57 نقطه، لانه عارف ان كان السيتي عنده مباراه صعبه مع تشيلسي بعدين امبارح، وبعد كده السيتي عنده مباراه مؤجله هتلاقي يوم الثلاث مع برينتفورد اللي هو كان بيلعبه امبارح ليفربول. فهو عارف ان السيتي لو كان كسب الماتشين هيعدي ال 57 نقطه يوصل 58، لكن هو فاز ولعب على حظوظه بقى 57. جه بعد كده السيتي تعادل بصعوبه مع تشيلسي، فالسيتي حاليا 53. فلو بصينا على جدول الترتيب، ليفربول 57، ارسنال 55، مانشستر سيتي 53. فالسيتي لو فاز كمان يوم الثلاث في الماتش اللي هو اقل من ارسنال وليفربول يبقى 56. هنتفرج على الجدول هيبقى 57 56 55، يعني اعتقد هيبقى كارثه موسيقيه لحد نهايه الموسم، هتبقى منافسه ثلاثيه هيوشع للدوري الانجليزي بشكل كبير جدا الفتره اللي جايه. زي ما حضرتك قلت، عوده محمد صلاح او فوز برعايه محمد صلاح امبارح في الماتش، كان محمد صلاح سجل هدف وصنع هدف كمان، وكان كعادته دائما يعني بعد غيابه بعد عوده متالق. طيب بشكل كبير. طب محمد صلاح، انا مش هتكلم، طبيعي ان احنا كمصريين وهو مصري احنا منحازين ليه، انا عايز برضه صراحه اتكلم على كذا حاجه. رقم واحد اللي حصل مع منتخب مصر، ان صلاح اتصاب يوم 18 يناير في ماتش غانا، الناس تفتكر اللي حصل لما حصلت الاصابه والجدل واللغط الكتير اللي حصل. ادينا شفنا صلاح رجع امتى؟ بعد بطوله افريقيا ما خلصت باسبوع. صلاح غاب 30 يوم، شهر كامل. معنى كده معنى كده الاصابه ما كانتش خفيفه. تمام. فالناس المنوط بيها او الناس المسؤوله عن المنتخب اللي عملوا المشكله دي كلها، وصلاح دفع ثمنها بسبب كلام كتير حصل على السوشيال ميديا، ناس تقول لك وازاي يسيب المنتخب، كل ده سببه ايه؟ ان في حد شخص ما قرر ان هو يعني زي ما بيقولوا كده يخدع الناس، او يقول لك ايه، مش هنقول للناس حجم اصابه صلاح، اصل دي حاجات ما تتخباش، الكلام ده يعني احنا في 2024 هتطلع تقول للناس ده هيخيم بس ماتشين وهيرجع، بتضحك على مين؟ يعني الصراحه كان هدفه ايه يعني؟ كان ليه عايز يعمل كده؟ ممكن يكون كان بيفكر وقتها يقول لك عشان المنافسين بتوعنا ما يتجرؤوش علينا مثلا، او يبقى دايما عنده هاجس او خوف ان صلاح موجود فيعمل حسابه. طب ما انا حتى لو ده حصل هاجي ساعه ما التشكيل بيعلن قبل المباراه بساعه ونص مش هلاقي صلاح موجود، يعني الموضوع ما كانش محتاج اللي حصل ده. هو كان قرار غلط وعمل بلبله في المعسكر، وتفتكر ساعتها والناس ساعتها هتقول لك كلوب هو اللي عمل مشكله. لا كلوب ما عملش مشكله، لان بكل بساطه لو استرجعنا الاحداث، يورجن كلوب مدير فني مش صغير، مدير فني كبير، ومحمد صلاح نجم عالمي اللي لسه مش مدرك الحقيقه دي، لازم يدركها بشكل كبير ان محمد صلاح نجم عالمي. فلما صلاح اتصاب في المنتخب وكان في ماتش ليفربول في انجلترا، اول سؤال لكلوب بتساله ايه؟ هو محمد صلاح اخباره ايه؟ يعني ما سالوش على الماتش اللي جاي ولا اللي حاصل ولا اي حاجه، ساله عن صلاح، لان صلاح رقم واحد في انجلترا، وده مش في كلامنا احنا، كلامهم هم. فالكلوب مش هيكذب، الراجل كان حصل تواصل مع منتخب مصر وقال له ان صلاح احتمال يجي يتعالج هنا عشان يتعافى بشكل اسرع، ربما يلحق باقي البطوله. فالراجل بكل عفويه جاوب، قال يا جماعه والله صلاح احنا تواصلنا مع الجهاز الفني منتخب مصر وفي اتفاق انه يجي يتعالج هنا، وان ربنا كرمه وخف قبل البطوله هيحيى يستكمل البطوله مع منتخب مصر. طبعا الدنيا قامت ما عادتش، وازاي صلاح يمشي وازاي ليه؟ عشان ما كانش فيه صراحه من المسؤولين عن المنتخب في كوت ديفوار، وخلاص يعني اتمنى ان هو درس، سواء اللي حصل في البطوله سواء اللي حصل مع صلاح، ان احنا ما تتكررش هذه الاخطاء. نخش بقى على محمد صلاح واللي عمله امبارح. صلاح امبارح سجل وصنع، هو طبعا يعني الاقدار لعبتها. عايزين بس نقول حاجه، عايزين نقول ان صلاح قبل مباراه امبارح كان تاني واحد في قائمه هدافي الدوري الانجليزي، ولا زال بعد غياب شهر ونص. يعني وهو قاعد شهر ونص ما بين الاصابه وما بين اللعب مع منتخب مصر. هقول لك في انجلترا هالاند كان نمره واحد وهو نمره، هالاند 16 وصلاح امبارح جه سجل هدف بقى 15. انا هقول لك بقى على اللي انت قلتيه ده بالظبط، جمله اتقالت في
في السوشيال ميديا الإنجليزية والعالمية على موضوع صلاح وغيابه 45 يوم ورجع وسجل وما شاء الله عليه موجود في التوب في التوب او في القائمه بتاعه اللي هم اللعيبه المميزين في الدوري الانجليزي. صلاح امبارح كان متوقع ان هو موجود في التشكيل طبعا على مقعد البدلاء لان الراجل لسه راجع من اصابه مش فكلوب مش هياخده من الدار للنار فقال لك هدفع بيه بديل. حظه الكويس ان ديجو جوتا طبعا لاعب مهم جدا في ليفربول السنه دي تعرض لاصابه في الشوط الاول فخرج فصلاح نزل يعني قدر ليه ينزل بدري شويه. وصلاح كان عند الموعد صنع هدف بعد ده الشوط الثاني وسجل الهدف الثالث اللي هو ليفربول وكسبوا 4-1. طب صلاح لما سجل وصنع امبارح الناس كتبت ان صلاح بعد غياب 45 يوم وسجل جون وصل لجون 15 بعد هالاند اللي هو 16 صلاح امبارح صنع جون ده جون رقم 9 اللي بيصنعه يبقى صلاح سجل 15 وصنع 9 يعني مساهماته تهديفيه 24 هدف اكتر لاعب بيساهم بالاهداف في كل لعيبه الدوري الانجليزي في الموسم السنه ده انت متخيل 20 فرقه كل فرقه بيلعب فيها كام لاعب يعني متوسط مثلا من 15 ل 20 فبنتكلم فما يقرب من حوالي 400 لاعب رقم واحد فيهم كلهم محمد صلاح. ذكروا بقى على الجمله انت قلتها ايه ذكروا قالوا ايه قالوا وكان صلاح لم يغيب كانه ان الراجل راح غاب وراح لعب بطوله واتصاب ورجع 45 يوم شهر ونص رقم كبير وقت كبير طبعا ومع ذلك هو نمبر 1 او رقم 1 في الدوري الانجليزي من حيث الصناعه وتسجيل مع بعض اللي هو المساهمه التهديفيه 24 هدف 15 تسجيلا و9 صناعه ده رقم الرقم الثاني امبارح صلاح لما سجل وصنع في مباراه واحده دي المباراه رقم 30 ليه في البريمير ليج في الدوري الانجليزي الممتاز بشكله الحديث من 92 المباراه 30 بيسجل ويصنع فيها يعني يقدر يسجل ويصنع في نفس المباراه. صلاح الناس كتبت ان على مقربه من رقم قياسي تاريخي جديد هم تعودوا ان صلاح هو قاهر الارقام القياسيه. مين بقى اللي عامل الارقام القياسيه دي؟ ناس برضو اساطير يعني واحد زي واين روني مهاجم من انجلترا الشهير وكان في طبعا مانشستر يونايتد وايفرتون وفي لعيب كبير جدا جدا سجل وصنع في نفس المباراه 36 مره. يليه واحد برضو اسطوره تييري هنري الفرنسي لاعب ارسنال الشهير واللي بيسموه الغزال الفرنسي سجل وصنع في 32 مباراه في نفس المباراه يعني بيسجل ويصنع في 32 مره. مين الثالث اسطوره برضو الان شيرر اسطوره نيوكاسل ولاعب برضو خرافي والهداف التاريخي للبريمير ليج سجل وصنع في نفس المباراه 31 مره. يبقى عندنا 36 32 31 صلاح 30 30 يعني صلاح على بعد مباراه يعادل الان شيرر اللي هو يسجل ويصنع فيها يعني يسجل ويصنع في نفس اللقاء وعلى بعد 6 ماتشات يسجل ويصنع فيها من وايد روني اللي هو رقم قياسي. فالناس كتبت ايه ان رقم قياسي في افق محمد صلاح بيسعى لتحطيم رقم جديد ويبقى باسمه هذا الرقم. دايما محمد صلاح بيحطم الارقام القياسيه. لو كملنا مع حضرتك دكتور في الدوري الانجليزي ونروح ماتشات تانية بعد ليفربول مثلا مباراه ارسنال وبيرنلي وارسنال كمان عنده طموح قوي جدا انه يفوز بالدوري الانجليزي في هذا الموسم. كمان كان عندنا ماتش مع مانشستر سيتي وتشيلسي تعادل. شايف بقيه الماتشات ومباريات الدوري الانجليزي ازاي؟ ارسنال السنه دي بادئ 2024 بشكل قوي جدا جدا 5 فوز على التوالي لانه حصار رابح يعني هم حتى بيقولوا دي افضل انطلاقه في تاريخ ارسنال في اي سنه جديده يعني في 2024 ما شاء الله كل الماتشات بيكسب وكسب 6 وستهام وكسب ليفربول 3 وامبارح كسب 5 فارسنال بادئ 2024 بشكل عنيف جدا جدا وزي ما انت قلت عنده طموح كبير ان هو السنه اللي فاتت ارسنال كان بقاله سنين بعيد عن الصوره السنه اللي فاتت رجع للصوره وبدا ينافس على الدوري ما خدش الدوري في الاخر قدام خبرات مانشستر سيتي لكن في النهايه كان بينافس فالسنه دي داخل بعشم زياده ان انا خلاص وصلت لمرحله ان انا انافس لا فعلا ما اخدش اللقب كمان المنافسه ثلاثيه صعبه جدا يعني حتى بعيدا عن الثلاثه مع بعض يعني هيحصل لقاءات اكيد مباشره اللي هو ليفربول والسيتي وارسنال هيحصل لقاءات الثلاثي الشهير ده بس غير كده كمان الدوري الانجليزي صعب غير اي دوري ثاني يعني لما نيجي نتكلم على الدوريات الثانيه لا مفيش نفس القوه دي يعني امبارح تشيلسي مركز 10 بيتعادل مع السيتي في السيتي والسيتي اتعادل في الدقايق الاخيره يعني وكان ممكن يخسر كمان فالدوري الانجليزي دي حلاوته ان ممكن اي حد يخلي الكبار دول يتعثروا فده اللي هيخلي المنافسه الفتره الجايه فعلا حرفيا كراسي موسيقيه هتلاقي الاول بقى ثالث والثاني بقى اول وهكذا هتلاقيهم بيبدلوا مراكز مع بعض خلال الفتره اللي جايه احنا جوله 25 اعتقد احنا عندنا 13 جوله مثيره جدا في البريمير ليج لو رحنا ماتش السيتي وتشيلسي تشيلسي عمل مباراه تكتيكيه رائعه جدا جدا انتقدنا بهدف واستغل الكرات المرتده بشكل كبير ومساحات في دفاع السيتي السيتي فضل بيجاهد لحد ويهاجم ويضيع فرص لحد ما سجل رودري اللي هو لاعب الوسط اللي سجل الهدف التعادل عايز اقول لك ان امبارح ايرلينج هالاند ناس كتير كانت مراهنه عليه
اكتر مباراه هالاند يسدد فيها على المرمى 9 مرات 9 محاولات وما سجلش. بيقول لك من ساعه ما لعب كوره هالاند اول مره في مباراه واحده يبقى ليه 9 محاولات وما سجلش ولا هدف. دي ما حصلتش في تاريخ ايرلينج هالاند. دليل ان كان تشيلسي امبارح عاملين دفاع قوي جدا جدا. ربما يعني مدربه يعني مدرب تشيلسي خانوا التوفيق شويه في التبديلات لانه يعني زي ما بيقولوا كده قصقص اجنحته الهجوميه وركن اول الدفاع. فطبعا السيتي فضل يهاجم لحد ما ادرك هدف التعادل. لكن السيتي تعثر طبعا وفقد نقطتين زي ما قلنا. عنده مباراه مؤجله يوم الثلاث لو لعبها وفاز برده هيخش في المثلث اللي فوق وساعتها هنلاقي ترتيب قوي جدا جدا 57 56 55. عشان نتفرج بقى على 13 جوله ناريه في البريمير ليج. النهارده في مباراتين، النهارده مانشستر يونايتد وليتون تاون و برايتون وشيفيلد هيبقوا شغالين يعني النهارده. يعني مباراه ترتيبيه بعيده نظريه. مباراه المانشستر الانجليزي السنه دي الثلاثه اللي فوق ارسنال وارسنال والسيتي وليفربول دول منافسه على الصداره. ممكن المركز الرابع توتنهام واستون فيلا برضو في منافسه شرسه جدا على المركز الرابع عشان طبعا الرابع بيروح دوري ابطال اوروبا. يمكن هم دول الابرز السنه دي يعني. جميل. نروح مع حضرتك من الدوري الانجليزي للدوري الاسباني. امبارح شفت ازاي فوز برشلونه على سيلتا فيجو وازاي كمان اداء برشلونه مع يعني تدريبهم ومع اخر الماتشات. شايف برشلونه ماشي ازاي في الدوري الاسباني؟ تشافي هرنانديز طبعا واحد من نجوم واساطير برشلونه في العهد الذهبي ايام ميسي وتشافي هرنانديز وكان معاهم انيستا. هو اللي بيدرب الفرقه حاليا والراجل اعلن بشكل واضح وصريح ان هو السنه دي هتخلص او الموسم ده هيخلص وهو هيرحل عن تدريب برشلونه. هو شايف ان ده هيدي حافز للاعبين ان هم يعملوا حاجه. طب انا عايز اقارن من موقف تشافي مع برشلونه وموقف يورجن كلوب مع ليفربول. لان كلوب برده اعلن بشكل رسمي هيمشي المفروض يورجن كلوب يعني خلاص. ما الاثنين اعلن يعني كلوب اعلن وتشافي اعلن ولكن يورجن كلوب اعلن في وقت ليفربول بينافس فعلا على البطوله عشان نتكلم بواقعيه. وربما ده بيدي حافز اكبر للاعبين في ليفربول ان هم عايزين مدربهم لما يمشي الراجل بقاله 7 سنين معاهم يمشي بشكل او وداع يليق بيه ويحقق بطوله كبيره سواء البريمير ليج دوري انجليزي او حتى الدوري الاوروبي. الناحيه الثانيه تشافي هرنانديز بيتخلى عن الفريق في وقت الفرقه فيها دروب جامد وانت بينك وبين المتصدر اللي هو ريال مدريد 10 نقاط. فوز امبارح خلاهم 7 نقاط يعني النهارده برشلونه 54 والريال 61. الريال عنده النهارده مباراه مع رايفا كانوا اعتقد الساعه 3 العصر مباراه في المتناول. اعتقد ان الريال هيفوز ويرجع تاني الفرق 10 نقط. ففكره المنافسه في الدوري الاسباني الليجا صعبه. ليه؟ لان الدوري الاسباني غير الانجليزي. لسه بقول لك الانجليزي من شويه ايه اي حد ممكن يوقع كبار. الفرق كلها قويه جدا تمام وكله عنده مستوى تنافسي عالي جدا. الدوري الاسباني عشان فرقه كبيره تقع احتمال لا يزيد عن 10%. فبالتالي معظم الماتشات بتبقى سهله المقاعد محجوزه للعظماء او للكبار. حتى جيرونا السنه دي جيرونا عامل موسم قوي جدا جدا والحصان نسوت في البطوله ما استحملش يعني خسر من ريال 4 اللي هو اصلا انت بتنافس على اللقب خسر 4-0 بسهوله يعني. فريال مدريد حاليا فارق 5 نقاط عن جيرونا و7 عن برشلونه. فبنسبه كبيره برشلونه صعب جدا ياخد الدوري السنه دي مع تشافي هرنانديز كمان مع المستوى. امبارح سيلتا فيجو الفوز عليه كان بصعوبه. على فكره سيلتا فيجو دايما عامل كده زي الايه مشكله دايما لبرشلونه يعني هو كل موسم بيعملوا مشكله. ملعب سيلتا فيجو ملعب صعب جدا جدا مع برشلونه بالذات. وماتش امبارح السيناريو مشي برشلونه سجل هدف يعني سيلتا فيجو تعادل ركله جزاء في الوقت بدل الضايع وتتصد الفار يرجعها عشان الحارس كان اتقدم على الخط يشوطها ليفاندوفسكي جاب جون الفوز في الدقيقه 7 من الوقت بدل الضايع يعني جاب جون في وقت يعني كان خاص الحكم هيصفر تقريبا. فهو فوز معنوي مهم. برشلونه وجهه نظري حاليا هو عنده 54 وجيرونا 56. ربما جيرونا يتعثر الفتره الجايه فبرشلونه يتقدم ويوصل للمركز الثاني. اعتقد ده اقصى طموح لبرشلونه ان هو يوصل لمركز ثاني السنه دي. لو عمله هيبقى انجاز كبير. طب احنا فاضل لنا دقيقه ونص على الموجز خلينا بسرعه كده نعدي على الدوري الالماني. باير ليفركوزن امبارح كان عامل ازاي؟ شايف اداؤه المباراه حلو كويس ان احنا وصلنا لباير ليفركوزن. طبعا هو متصدر الدوري الالماني متفوق على بايرن ميونخ بفارق 8 نقاط والبايرن ميونخ عنده مباراه النهارده مع بوخم. ليفركوزن امبارح بالفوز ده 32 مباراه بدون هزيمه في كل البطولات يعادل الرقم التاريخي لبايرن ميونخ. طبعا بايرن ميونخ هو الايقونه في المانيا ده كنا واضحين وصراحه يعني. فكان فكره ان فرقه ما بتخسرش 32 ماتش ورا بعض في كل المسابقات كان رقم محجوز لبايرن ميونخ. فاز في 31 وتعادل مباراه. امبارح ليفركوزن بيعادل هذا الرقم 32 مباراه بدون هزيمه في كل المسابقات 28 فوز واربع تعادلات. واعتقد ليفركوزن الماتش الجاي لو تجنب الهزيمه هيكسر رقم تاريخي لبايرن ميونخ وهيبقى رقم مهم جدا جدا في ظل قياده لتشافي اخر هو تشافي الونسو مدرب واعد جدا جدا. ويا بخت النادي اللي هيصطاد تشافي الونسو الموسم الجاي
ربما يكون في ليفربول اعتقد هيفرق بشكل كبير وخيره خليفه ليورجن كلوب. دكتور عثمان احنا دايما بنستفيد بجد من تحليلاتك اللي في الجون، يعني تحليلات قيمه جدا للدوري الانجليزي والاسباني والالماني. دكتور عثمان ابراهيم الناقد الرياضي نورتنا وشرفتنا النهارده. صباح الخير يا مصر. شكرا لكم طبعا وصباح الخير لكل الساده المشاهدين. صباح الخير مشاهدينا. الساعه دلوقتي 9 بتوقيت القاهره، ميعادنا مع موجز اهم الانباء مع دينا. اتفضل يا دينا. شكرا لك. من التاسعة صباحا بتوقيت القاهره، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تناول الجهود الجاريه الراميه لوقف اطلاق النار في قطاع غزه وتبادل المحتجزين وانفاذ المساعدات الانسانيه. واوضح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان الرئيسين اكدا ضروره تعاون الاطراف المعنيه لضمان تحقيق تقدم يؤدي الى حقن الدماء وتخفيف المعاناه الانسانيه الحاليه في القطاع، بالاضافه الى دفع مسار حل الدولتين واقامه الدوله الفلسطينيه المستقله باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الامن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقه. وخلال الاتصال أكد الرئيس السيسي موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة، وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل. ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسي دعم فرنسا التام لموقف مصر. كما شدد الرئيسان على خطورة أي تصعيد عسكري في رفح لتداعياته الإنسانية الكارثية على حوالي 1.5 مليون فلسطيني بهذه المنطقة. كما حذر الرئيسان من خطورة توسع الصراع على المستوى الإقليمي، ومن ثم ضرورة الدفع السريع لجهود وقف إطلاق النار والتهدئة الإقليمية. وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية سامح شكري رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين سواء كان ذلك تهجيرا داخليا أو خارجيا. وقال شكري في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن إن مصر تفعل ما بوسعها بالتعاون مع الدول الصديقة والولايات المتحدة من أجل رفع المعاناة عن الفلسطينيين المدنيين، وفي مسعى أيضا لحل هذا الصراع والتوصل إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف الأعمال العسكرية بما يؤدي إلى وقف نهائي للأعمال العدائية. كما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة إجراء انتخابات مبكرة، وذلك في الوقت الذي تجمع فيه آلاف الإسرائيليين في تل أبيب للمشاركة في احتجاج مناهض للحكومة. وعند سؤاله خلال مؤتمر صحفي عن الدعوات داخل حزب الليكود الحاكم لإجراء انتخابات مبكرة فور انتهاء الحرب في غزة، قال نتنياهو إن آخر ما يحتاجه الآن هو الانتخابات والتعامل معها. هذا وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبية نتنياهو منذ 7 أكتوبر الماضي. طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير بمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. وتأتي مطالبة بن غفير بعد يوم من إعلان التلفزيون الإسرائيلي أن الوزير يضغط من أجل منع الفلسطينيين من دخول الحرم القدسي خلال شهر رمضان. هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوحدات العسكرية الروسية التي سيطرت على مدينة أفادفكا الأوكرانية وقائد هذه القوات. وجاء في الموقع الإلكتروني للكرملين أن بوتين تلقى تقريرا من وزير الدفاع سيرجي شويغو يفيد بسيطرة الجيش على المدينة الأوكرانية. ومن جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية انسحبت من أفيدفكا وتحصنت في أحد المصانع بعد سيطرة وحدات روسية بالكامل على البلدة الواقعة في منطقة دونيتسك. حمل الرئيس الأمريكي جو بايدن المشرعين الأمريكيين مسؤولية سيطرة روسيا على مدينة أفادفكا في شرق أوكرانيا. جاء ذلك على خلفية عرقلة الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس
إقرار 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تحتاج إليها أوكرانيا. وذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن أجرى اتصالا بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لتأكيد التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم أوكرانيا. قال مسؤولون أوكرانيون أن القوات الروسية قصفت وأطلقت صواريخ على سلسلة من المدن في شرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل. وتعرضت مدينتان قريبتان من خط المواجهة في منطقة دونتسك بشرق أوكرانيا، هما كارماتورسك وسولفيانسك، لإطلاق نار. ومن جانبه قال حاكم منطقة خاركيف أن شخصا قتل عندما استهدفت قذائف روسية منزلا بالمنطقة. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. دراما رمضان السنة دي أتاحت مساحة كبيرة للمواهب الشابة والوجوه الجديدة. احنا شايفين كده مشهد مبشر بأننا هنشوف كتير من المفاجآت، خصوصا المسلسلات اللي فيها بطولات جماعية، وهنلاقي كمان الدراما الاجتماعية. من أهم مزايا رمضان 2024، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتحاول تقدم أصوات ومواهب شابة جديدة. بنتفرج على البوسترز والبروموز اللي معروضة للمسلسلات، بنلاقي وجوه شبابية جديدة. فكرة العمل الجماعي كمان مهمة جدا في رمضان السنة دي. نتعرف على تفاصيل أكتر مع الناقد الفني الأستاذ كريم المصري اللي منورنا ومشرفنا في صباح الخير يا مصر. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. كده بداية قبل ما نتكلم عن الوجوه الشبابية الجديدة في موسم رمضان 2024، رؤيتك كده وانطباعك الأول عن خريطة رمضان والوجبة الدرامية السنة دي إيه؟ هي الخريطة السنة دي غنية جدا ومتنوعة، وخلينا نقول انها بدات من قبل رمضان. بدات يعني انا حاسس ان السنه دي هو نتاج تحضير 3 سنين فاتوا، تحديدا مع انطلاق منصه واتشت، وانها اتاحت الفرصه لعدد كبير من نجوم الشباب في ان هم يحصلوا على بطولات من خلال المنصه، وده افرز لينا ابطال جديده تقدر تفيد الساحه الفنيه في مصر. ونتيجتها ظهرت السنه دي ان الابطال الممثلين الشباب دول هم ابطال معظم المسلسلات السنه دي، وفي منهم اخد بطوله مطلقه في رمضان يعني. لكن هي مسيره متنوعه وغنيه جدا، وواضح فيها التنوع ما بين اكتر من شكل درامي، ما بين الكوميديا وما بين اعمال الاثاره وما بين الاعمال الدراما الاجتماعيه الشعبيه وما بين الاعمال التاريخيه، وهي يعني واضح ان احنا هنبقى قدام وجبه غنيه جدا ومتنوعه دراميه يعني. طيب انت شفت ايه مسلسلات عملت برومو، او انت شفت ايه من البروموهات اللي انت شايف فيها مساحه كويسه للوشوش الجديده اللي احنا مش متعودين عليها او لوجوه الشاب؟ ده في مثلا مسلسل مسار اجباري، ده بطوله احمد داش وعصام عمر، الاثنين من الوجوه الشاب. طبعا مسلسل فراوله نيلي كريم هو مسلسل كوميدي بطوله صدقي صخر، وهو واحد من النجوم الشاب. عصام عمر برضو من منصه واتشد، بالتو وصدقي صخر فريفو كان موجود برضو بشكل متواجد بشكل كويس. ومش بس كده، بشكل خطير، مش بشكل كويس بس، ده كان فريفو خطير. ومش بس كده كمان، احنا كمان في اتاحه كمان ان احنا نشوف مواهب شابه مش في التمثيل، في التاليف. في مسلسل مليحه، وده مسلسل كتابه الكاتبه الشابه رجاء عزت في اول عمل ليها، جميل، وهو بيناقش القضيه الفلسطينيه. وهنا بقى ده دور كبير جدا، ان دي رساله واضحه ان الدوله بكامل مؤسساتها حتى القوى الناعمه بتاعتها بتقدم رساله مجتمعيه ان احنا عاملين مسلسل عن احداث القضيه الفلسطينيه الاخيره. ودي رساله كبيره طبعا، فده تاليف برضو شابه. جميل. في مخرج شاب برضو، مسلسل سيد العارب للنجمه غاده عبد الرازق، موجود المخرج الشاب احمد حسن. فالسنة دي المتحدة نجحت انها تقدم مش بس ممثلين ابطال، لا دي كمان بتقدم كتاب وبتقدم مخرجين. فواضح ان في ده نتيجة 3 سنين زي ما قلت لحضرتك، مش بس منصة واتشد، لا كمان الاوف سيزون اللي كان بيحصل على مدار ال3 سنين اللي فاتوا، كان واضح الدعم الكبير للشباب يعني. جميل. يعني وجوه جديدة في كل عناصر العمل الفني على مستوى الورق، الكتابة، الإخراج والصورة، وكمان التمثيل
وده بيثري الحياه الفنيه وبيقدم اصوات جديده. احنا محتاجين يعني ننعش كده حياتنا الفنيه باصوات وافكار جديده من الشباب. نروح لمسلسل امبراطوريه ميم، مسلسل خالد النبوي، في كمان مجموعه كبيره جدا من الشباب والدويتو خالد النبوي ونور النبوي، ده لتاني مره مسلسل بيقدم وجوه جديده. اتعمل قبل كده طبعا الفيلم الشهير اللي كلنا كمصريين مرتبطين به، امبراطوريه ميم لفاتن حمامه، والنص الاصلي لاحسان عبد القدوس. شايف التجربه دي ازاي من زاويه تقديم وجوه جديده ومن زاويه كمان الاعتماد على نص ادبي واعتماد كمان على فكره مهمه جدا اتقدمت في السينما المصريه؟ لا وكمان ده تاني تعاون ما بين المخرج محمد سلامه وخالد النبوي والكاتب محمد سليمان عبد الملك كسيناريو وحوار، يعني بعد امبراطوريه ميم، بعد راجعين يا هوا في الموسم الرمضاني قبل الماضي يعني. ونور النبوي كمان هو جاي من نجوميه سينما، فيلم الحريفه بطولته ومحقق اعلى ايرادات في الفتره الاخيره. كمان في شباب موجودين في المسلسل، هجر السراج اللي هي انتاج منصه واتش اب برضه في العمل الاخير حاله خاصه مع طه دسوقي، موجوده ميان السيد، موجودين كمان اكتر من شاب موجودين في مراحل عمريه مختلفه. كمان الجراءه اللي احنا كمان بنتكلم في الفكره، طرح الفكره مع معالجه ل 2024 مع النص الاصلي. احنا شفنا في الفيلم ان الحدوته كانت بتدور حوالين الام، لا هنا هي في النص الاصلي في الروايه الاصليه حوالين الاب. منور واستاذ خالد كان بينهم تعاون قبل كده في راجعين يا هوا، وقدروا ان هم يقدموا ده بشكل مميز. وانا شايف ان المخرج محمد سلامه هيكون ليه بصمه واضحه على الموضوع. طيب النصوص المناسبه للعصر مش بس امبراطوريه مين اللي قعدت تقدمها، عتبات البهجه استاذ يحيى الفخراني هنشوفه في موضوع راجع بقى عن البودكاست والشباب وحاجة مختلفة خالص. ازاي دكتور يحيى قدر انه يفكر في حاجة زي كده وانه نلاقيه موجود في موضوع يعني شديد الشبابية البودكاست؟ بالنسبة للدكتور يحيى فانا عندي جملة شهيرة بقولها عليه، هو في ممثل كويس وفي ممثل عظيم وفي يحيى الفخراني حالة لوحده. ده انا على المستوى الشخصي مجرد رؤيته بس في اي مشهد بيجي لي حالة اشباع فني، انا مش عايز اتفرج على اي حاجة تانية بعدين. يعني موهبته الكبيرة وثقته فيها، قادر ان هو يتواصل مع كل الاجيال، جرأته وده ناتج لثقته في موهبته ان هو قادر يقدم شكل زي البودكاست والبودكاست ده حاجه لسه ظهر جديده بقالها سنتين ثلاثه على مواقع التواصل الاجتماعي او على البلاتفورم المختلفه على شبكه الانترنت يعني. فان هو يروح للمنطقه دي تحديدا دي جراءه كبيره منه، وانا واثق من نجاحه، لان كمان الاجيال الجديده هي مرتبطة ارتباط كبير بيها الفخراني، لان طفولتهم كان في عباس الابيض وكان في ماما نونه وكان في اكتر من حاجه، فارتباط كبير طبعا حمد عايزه ارتباط كبير بيه. بالمناسبه مخرج حدبات البهجه هو مجدي ابو عميره اللي هو كان مخرج حماده اتربى في عزه، والشخصيه الشهيره حماده عزه وماما نونه. تاني تعاون ما بينهم ده ممكن يقدم كمان يحيى الفخراني اللي غاب عن شاشه رمضان اكتر من 3 سنين يقدمه بشكل مختلف كمان. خليني اقول ان الفنان الحقيقي هو قادر يتواصل مع كل الاجيال. استاذ مجدي ابو عمير هو مخرج كبير اكيد يعني، وياما قدم اعمال كانت ناجحه جدا على مدار تاريخنا في الدراما يعني. رجوعه بعد غياب لفتره طويله ده برضه يحسب للشركه المتحده طبعا، على انها مش بس كمان بتقدم شباب، لا هي بترجع تاني الناس اللي ليها تاريخ كبير. وإن أستاذ مجدي أبو عميرة وأستاذ يحيى الفخراني يقدموا لنا حدوتة قايمة على البودكاست، ده تحدي كبير جدا ليهم. بس أكيد أستاذ مجدي أبو عميرة اشتغل مع أستاذ يحيى الفخراني قبل كده كتير. أنا آسف إن أنا بقول أساتذة، إن دول أساتذة احنا اتربينا على فنهم يعني، احنا اتربينا على أنهم يعني على فنهم. وهم بينهم كيمياء وكانت واضحة بشكل كبير في تربى في عزه، وإن شاء الله يقدموا لنا حاجة تليق بتاريخهم الكبير يعني. طيب لو رحنا للكوميديا، طبعا احنا اتكلمنا انه في دراما تاريخيه اجتماعيه، دراما فيها اكشن وتشويق وغيره، الكوميديا كمان ليها نصيب مهم جدا كل سنه، كلنا بنستنى الكبير قوي لاحمد مكي. السنه دي في مسلسلين، بابا جيل اكرم حسني والجزء الثامن
للكبير قوي احمد مكي، شايف الكوميديا ازاي السنه دي في رمضان 2024؟ وفي كامل العدد، كامل العدد كمان في فراوله لنلي كريم، لنلي كريم وكامل العدد الجزء الثاني هيكون على شاشات المتحده يعني. الكبير هو حاله عامه بصرف النظر عن مستوى، احيانا بيكون بعض الحلقات ما بتكونش احسن حاجه وفي حلقات بتكون احسن حاجه يعني، بس هو حاله عامه احنا كل الناس بمرتبطه بيها. الكبير اصبح في الثمان مواسم بتوعه هو زي بوجي وطمطم بتاع زمان وعم فؤاد، الناس بقت مرتبطه بيه. بس والسنه دي مكي ان هو بعد 8 سنين يحافظ على فكره الارتباط مع المشاهد وانه يجدد من نفسه اختيار الموضوع، وان هو كل انا عايز اختلف معاك، وهو مش بيحافظ خالص، هو كل مره بيكتسب ارضيه جديده وبياخد جمهور جديد ما كانش من جمهوره يعني. اصلا يعني كل شويه بيطلع سن بيتفرج على التلفزيون، بالعكس انا اعتقد ان هو بياخد سن مش متعود على التلفزيون، يعني متعودين على الايقاع السريع بتاع المنصات، الحلقات الصغيره زي اللي متعودين نتفرج عليها في الفتره الاخرانيه على منصه واتشت. انا شايفه ان ميكي بيجذب الجمهور ده كمان اللي هم الولاد الصغيرين مش بس الشباب. ما هو ده راجع لاختياره للموضوع. ميكي كرييتيف جدا من اول ظهوره، وهو حد كرييتيف جدا مبدع، بيقدر يختار الحاجه ويختار الموضوع اللي يكون قريب للتارجت اودينس، للفئه اللي هو بيبقى متارجتها عايزها السنه دي. وكمان السنه دي استاذ احمد الجندي بعد 8 سنين الفئه اللي كان بيشتغل عليها كبروا. ما هو استاذ احمد الجندي السنه دي كمان مطعم الموضوع بشباب. وعايز ارجع بس للنقطه، اتفضل، ان مسلسل الحشاشين وده اكبر انتاج، اضخم انتاج في الوطن العربي السنه دي، بيتر ميمي هو في كل مشهد احنا عندنا شاب. يعني انا عندي معلومات عن المسلسل ان في فئه كبيره جدا من طلاب معهد فنون مسرحيه وخريجين معهد فنون مسرحيه ومركز الابداع مقدم اكتر من شاب في ادوار كبيره بالمناسبه كمان يعني، فهنشوفهم بشكل كبير. الكوميديا في رمضان هي تملي بيكون لها حظ ونصيب، بس احنا بقالنا فتره ما عندناش الكم ده من الاعمال الكوميديه ان هو يكون موجود يعني، كنا بنكتفي بالكبير ممكن يكون عمل معاه كل سنتين ثلاثه، لكن السنه دي ان يكون في اربع اعمال. ده هيخليني اسالك يعني رجوعا كمان لنقطه الكبير قوي، فكره انه ميكي ذكي جدا انه بيدي مساحه للي حواليه، يعني مش بس فكره الوان مان شو او هو البطل الكبير قوي، لكن هو ادى السنين اللي فاتت مساحه كبيره جدا لاسماء كانوا معاه ولمعوا جدا في الوسط الفني، فدي تحسب لذكاء الذكاء الفني لاحمد مكي. نرجع بس لمسلسلين تانيين، الفراوله نيللي كريم. نيللي كريم احنا تعودنا شويه على الادوار التراجيدي ليها في الدراما السنين اللي فاتت، السنه دي بتعمل لنا فراوله بشكل كوميدي كامل العدد. وكمان عايز اشاره من حضرتك لبابا جه اكرم حسني. فراوله يا نيللي كريم عملت لنا 100 وش قبل كده، كان مسلسل كوميدي ونجحت انها تقدم نفسها فيه بالشكل الكوميدي. كمان نيللي كريم عندها الميزه اللي حضرتك لسه قايل عليها من شويه، اللي هي متشابهه مع احمد مكي، هي بتدي فرص للناس اللي حواليها في مساحات كبيره، ساعات بتكون نفس مساحه نيللي كريم في المسلسل. مش اي فنان بيعمل كده، بس ده راجع ان الفنان الحقيقي بيكون مقتنع جدا ان المحتوى هو الاساس للنجاح، مش شرط مساحتي انا تكون اكبر مساحه، لا، لو الناس اللي حواليا هيقدروا يضيفوا للعمل فده هيكون شيء ايجابي. عودتها للكوميديا خصوصا انها السنتين اللي فاتوا كانت عامله اعمال دراميه ثقيله جدا زي فاتن عمل حربي، وقدمت نفسها بشكل قوي انها ترجع تاني للكوميديا، هي عايزه تثبت للناس ان انا فنانه متنوعه واقدر اعمل كل الاشكال. اكرم حسني هو حاله خاصه، ليه جمهوره وبيكتسب جمهور في رمضان بشكل كبير. كمان ان هو هيعمل حاجه السنه دي فيها عدد كبير من الاطفال، واحنا كمجتمع مصري بنحب نتفرج تملي على الاعمال الاجتماعيه الاسريه اللي بيكون فيها الشكل ده من الصراع بين الاب والابناء. بس احنا عايشينها يعني كلنا في البيوت يعني موجوده بنحب نشوفها. كامل العدد هو نفس الفكره تقريبا برضو، ان في صراع مع بين الابناء والاباء او الامهات يعني، واستمرار لنجاحه من الموسم الثاني، اتمنى ان يكون الموسم الثاني بنفس نجاح الموسم الاولاني، خصوصا ان المسلسل برضو
فقد عنصر مهم منه الفنان الراحل مصطفى درويش يعني، وهو كان عامل اضافه كبيره حقيقيه يعني في الجزء الاول. لكن هرجع اقول لك تاني، تعدد الاعمال الكوميديه هو شيء ايجابي جدا بصراحه يعني. ينفع اقول ايه من وجهه نظرك هيكون المسلسل الربحان او الحصان الربحان السيزون ده، ولا مش هتقول مسلسل واحد؟ لا هو انا متوقع ثلاثه. متوقع الحشاشين وجود نجم زي كريم عبد العزيز وضخامه الانتاج، وعمل بيتحضر له بقاله اكتر من سنه، وكاتب مميز زي عبد الرحيم كمال، مخرج مميز زي بيتر ميمي، اتوقع اللي هو هيكون ناجح بشكل كبير. في مسلسل تاني يخرج الاستاذ هاني خليفه بدون سابق انذار، اسر ياسين وامينه خليل، واتوقع برضو مسار اجباري لداش وعصام عمر، وعلى قد ما اتوقع على قد ما اتمنى، لان ده هيخلق نوع من المنافسه، وكل ما تتسع رقعه المنافسه في الفن تحديدا، كل ما بيكون مبدعين بيقدروا انهم يقدموا جوده فن. انت واخد بالك من الفئات العمريه اللي عمال تقول فيها المسلسلات يعني، ما ركزتش على مسلسل لفئه السوبر ستارز او كده، لا انت خدت من كل الفئات العمريه يعني. المسلسلات الشبابيه هتنافس وبقوه. هتنافس وبقوه، وكمان في اعمال تانية موجوده زي امير كراره، بيت الرفاعي، وغادة عبد الرازق، الناس اللي عندها رصيد كبير عند الناس. بس انا شايف ان التجربه الشبابيه السنه دي هتنجح وهتجيب اثر كبير يعني. جميل. فكره الانتاج اللي هو 15 حلقه، ودي بقى لنا كذا سيزون او كذا موسم في رمضان بنشوف المسلسل 15 حلقه، برؤيه الناقد الفني بعين الناقد ده، الى ازاي اثر في فكره تلقي المسلسل وشد ايقاعه زي ما بيقولوا كده بلغه النقد والفن، وازاي كمان ادى مساحه للتنوع انه يبقى مسلسل 15 حلقه. زمان كنا بنشتكي دايما من فكره التطويل والمط والملل ساعات، انه في احداث كتيره وحشو درامي ملوش لازمه داخل المسلسل. اهميه ان انا اركز او اكثف رسالتي الدراميه والاعلاميه في 15 حلقه. هو الفكره مش 15 ولا 30، هو الفكره هل العمل ده يستحمل 30 حلقه او 45 حلقه او 60 حلقه ولا لا. ال 15 هو حاجه مفيده جدا، لانها كمان بتديني فرصه ان انا اتنوع، وان انا اقدر اقدم عدد اعمال اكبر، عكس مثلا ما يبقوا 30. لان 15 ممكن يسمح لي ان انا الجزء الاولاني من رمضان يتعرض خمس مسلسلات، والجزء الثاني من رمضان النصف الثاني من رمضان طبعا يتعرض خمس مسلسلات، ففي وجوه اكتر تطلع، فهيديني فرصه للتنوع، هيديني فرصه ان انا اقدم وجوه جديده. بطبيعه الحال اكيد عدد الحلقات كل ما يقل هيكون في سرعه في الاحداث مع ايقاع مشدود، المشاهد مش هيلحق ياخد نفسه من الاحداث، لان يعني عمال ما بنعمل البدايه بيكون في التصاعد، بيكون في النهايه. فلا هي فكره واتمنى انها تستمر يعني. اشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا الناقد الفني الاستاذ كريم المصري. نورتنا، ربنا يخليك. شكرا. مشاهدينا احنا لسه موجودين معاكم، خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي حلقاتنا. منظمة الصحة العالمية دلوقتي بتعمل مشاورات مع الخبراء المعنيين بتركيب لقاح الأنفلونزا الجديد عشان يتم استخدامه في موسم أنفلونزا 2024-2025. المشاورات دي بتتعمل في الوقت الحالي للاستبدال الدوري لبعض الفيروسات اللي موجودة في لقاحات الأنفلونزا، عشان تكون اللقاحات أكثر فعالية بسبب طبيعة التطور المستمر والتحور لهذه الفيروسات. نعرف تفاصيل أكتر مع الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم البطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا، اللي بينضم لنا عبر تطبيق زوم. صباح الخيرات يا دكتور أشرف. صباح الخير على حضرتك دكتور محمد وعلى دكتورة منى وعلى جميع المشاهدين. بداية حابين نعرف من حضرتك إيه طبيعة المشاورات اللي بتتم الآن عشان يتم إنتاج لقاح للإنفلونزا الجديد في 2024-2025؟ بتنظم منظمة الصحة العالمية اجتماعات دورية بشكل دوري علشان التعرف على فصائل وسلالات الانفلونزا اللي قد تكون هي المسببة لحالات اللي بتظهر في العالم عموما. وبتتم هذه المشاورات الحقيقة مرتين في السنة، مرة علشان الانفلونزا اللي ممكن تكون موجودة في نصف الكرة الشمالي، ومرة علشان في النصف الجنوبي. زي ما حضرتك بتعرف ان النصف الشمالي فتره الشتاء بتاعته هي فتره الصيف في الجنوبي والعكس.
وبالتالي بتتم هذه المشاورات لمعرفة السلالات اللي ممكن تكون هي أكثر انتشارا في هذا التوقيت، وبالتالي بتختار منها من خلال طبعا الخبراء والمعنيين بدراسة الفيروسات علشان تقدر تختار أكثر هذه السلالات اللي ممكن تكون متسببة، وبالتالي يتم فعلا صناعة اللقاحات بالاتفاق مع الشركات المنتجة للقاحات وكمان الهيئات التنظيمية المحلية لكل دولة. دكتور، قعدنا لسنين لقاح الانفلونزا بيكون ثابت وما كانش بيتغير، مؤخرا لازم كل سنه بنشوف تطوير للقاحات دي واعاده تفعيلها عشان تكون مواكبه لتطور الفيروس. الاخر كام سنه هي اللي فرقت قوي في الموضوع ده؟ طبعا منذ بدايه زياده الحالات والاوبئه وخاصه مع ظهور انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور، بدات منظمه الصحه العالميه تعمل هذه المشاورات علشان التاكد من نوعيه السلالات اللي ممكن انها تكون متسببه في ظهور حالات البرد والانفلونزا او الانفلونزا عموما اللي بتظهر في مناطق كتير، وبالتالي يتم فعلا عمل اللقاحات المتخصصة اللي تقدر انها تحمي الناس من معظم السلالات المنتشرة، وبالتالي تقلل من حالات الانفلونزا اللي ممكن انها تتسبب في وفيات اذا كانت طبعا شديدة زي ما ظهر مثلا انفلونزا الخنازير او ايام انفلونزا الطيور. طب دكتور أشرف، التحور دائم ومستمر، يعني دايما في متحورات جديدة، دايما بنسمع عن اسم متحور جديد، إلى أي مدى، وسؤالي لحضرتك عن فعالية هذا اللقاح أمام هذه التحورات المتنوعة والمستمرة؟ طبيعة فيروس الإنفلونزا الحقيقة إن هو تركيبه حاجة اسمها الـ RNA. الـ RNA هي سلسلة واحدة بس من السلسلة الوراثية، وبالتالي ممكن إن بيحصل فيها نوع من التغيرات الدائمة والمستمرة مع كل انقسام ممكن يحصل في الفيروس او يعملوا الفيروس، وبالتالي ده ممكن يظهر للفيروس او يخلي للفيروس بعض الخصائص المختلفه عن الخصائص السابقه. طبعا الخصائص اللي بيتم دراستها هي شده المرض ومعدل الانتشار واستجابته للادويه واستجابته للقاحات، وبالتالي بتقوم منظمه الصحه العالميه بجمع المعلومات عن السلالات اللي بتظهر جديده خاصة من الفيروسات اللي بيتم انتشارها عن طريق الجهاز التنفسي زي مثلا كورونا فيروس وزي الانفلونزا فيروس، لان هما الاثنين بيشتركوا في ان تركيب الفيروس عبارة عن RNA وهو ده سلسلة واحدة بس من المادة الوراثية. وبالتالي ممكن التغيرات تحصل كتير ونقدر نشوف سلالات او تحورات كتيره مع انقسامات اللي ممكن تظهر او تتم في الفيروس نتيجه تعرضه لبعض الادويه او للظروف المناخيه اللي ممكن انها تغير من طبيعته وشكله. دكتور، احنا في اواخر فصل الشتاء، هل ما زلنا بننصح الناس انها تاخد اللقاح للانفلونزا؟ طبعا لا زال لسه يعني فصل الشتاء موجود، وطبعا اللقاحات الحقيقه بتحمي خاصه الناس الاكثر تضررا، مش السيدات الحوامل والاطفال وكبار السن والناس اللي بتعاني من الامراض المزمنه. وبالتالي اللي بياخد اللقاح هو صحيح مش بيمنع بنسبه 100% الاصابه، لكن على الاقل ان هو بيقلل من شده الاصابه وبيقلل من حدوث الوفيات. وبالتالي احنا بننصح طبعا الناس اللي ممكن انها تكون بتعاني من مشكلات صحيه زي امراض القلب والسكر وامراض الصدر والسده الرئويه وكمان زي ما قلت الحوامل والاطفال وكبار السن انهم يحصلوا على اللقاحات، لانه ده بيقلل فرص الاصابه واذا حصلت بتكون اقل في شدتها. ازاي يا دكتور بيتم تحليل بيانات مراقبه فيروس الانفلونزا؟ ده بيتم الحقيقه من خلال تحاليل طبعا طبيه كتيره جدا، منها تحليل البي سي ار اللي بيقدر ان هو يتعرف على السلاله الموجوده، لكن كمان في تحليل بتقدر انها تفك الشفره البروتينيه بتاعه الفيروس وتقدر انها تعرف تركيبه، وبالتالي بيقدر ان هو يقول لنا مين السلاله اللي ممكن انها تكون سائده في الفتره القادمه. دكتور، اللي بياخد لقاح الانفلونزا بيبقى عنده زي كده ذاكره للفيروس بحيث ان هو حتى اذا لم يتلقى اللقاح في السنه اللي بعدها بتكون الاعراض اذا اصيب بالانفلونزا اقل وطأه؟
الذاكره المناعيه دي حاجه طبعا مهمه جدا، ودي الحقيقه بتساعد الشخص على ان هو يقاوم المرض، لكن الذاكره المناعيه مش لكل الفيروسات متشابهه. فبنبص مثلا نلاقي ان الذاكره المناعيه عندنا ضد بعض الفيروسات زي مثلا فيروس القصبه او فيروس التهابات الغده النكافيه بتكون قويه جدا، وفعلا احنا مش بنصاب بهذه الفيروسات الا مره واحده في الحياه، وده نتيجه انه هذه الذاكره المناعيه بتكون قادره على التعرف على الفيروس. لكن الذاكره المناعيه بالنسبه للفيروسات اللي تركيبها ار ان اي زي ما قلنا ممكن انها تقل مع الوقت، وبالتالي بيحتاج ان احنا ناخد جرعات تنشيطيه كل فتره علشان نقدر ان احنا نقاوم الاصابه بالمرض، او على الاقل زي ما بنقول نقلل من شده وحده المرض عند الاصابه. الاطفال في مرحله التطعيمات دكتور، وهم بيتلقوا التطعيمات الاجباريه اللي موجوده في وزاره الصحه، بننصح برضو انهم ياخدوا تطعيم الانفلونزا؟ اه طبعا احنا بننصح الاطفال انهم ياخدوا التطعيمات بتاعه الانفلونزا، علشان الاصابات في الاطفال ممكن انها تكون شديده، وممكن انها تؤدي الى يعني اصابات او وفيات في بعضهم اذا كان الطفل طبعا مقاومته او مناعته ما هياش كافيه الى صد هذا الفيروس او الاصابه بالفيروس. وبالتالي علينا ان احنا الحقيقه نهتم بالموضوع ده، يعني زي ما قلنا ان الاطفال صغار السن وكمان السيدات الحوامل وكبار السن والناس اللي بتعاني من الامراض المزمنه والامراض الرئويه عليهم انهم يكونوا اكثر حرصا في الوقايه، وفي نفس الوقت يحصلوا على لقاحات، لان هي دي اللي بتقلل فرص الاصابات الشديده والوفيات. طب دكتور اشرف، ازاي نعزز الذاكره المناعيه زي ما حضرتك قلت هذا المصطلح للجسم؟ يعني نعززها ازاي، والجرعات اللي بتؤخذ هل في مسافة زمنية ما بين جرعة لجرعة أخرى تعزيزية؟ بالضبط، هو علشان نقدر ان احنا نعزز الذاكرة المناعية محتاجين ان احنا نعرض الجهاز المناعي لنفس المسبب بجرعات صغيرة، وهو ده اللي بتعمله اللقاحات او بتعمله الجرعات التعزيزية او التنشيطية. يعني لما بنكون خدنا اللقاح مرة وبعد كده بنرجع ناخده مرة تانية بعد فترة معينة، قد ايه الفترة يا فندم؟ يعني ما بين الفترة والتانية على طبيعة كل فيروس، بيعتمد على طبيعة كل فيروس. يعني مثلا بالنسبة لفيروس بي اللي هو مسبب التهاب الكبدي، فيروس بي احنا بناخد ثلاث جرعات، جرعة عند صفر وواحد وستة. صفر اللي هو وقت التطعيم، وبعد شهر وبعد ست شهور. تمام. لكن بعض الفيروسات زي ما قلنا اللي هي تركيبها ار ان اي، لا دي بتبقى محتاجه ان احنا ناخدها بفترات متواليه، وبتعتمد بقى على الدراسات لتحديد المده اللي ممكن ناخد بعدها الجرعات التنشيطيه. يعني ده معتمد على الابحاث العلميه اللي بتقدر انها تقول لنا افضل توقيت نقدر ناخد فيه الجرعات التنشيطيه بعد اي مده. دكتور، لقاحات كورونا منفصلة عن لقاحات الانفلونزا، نقدر ناخد اللقاحين في نفس الوقت؟ اي طبعا، اثناء جائحة كورونا احنا اضطرينا ان احنا نعمل كده فعلا، وكنا يعني وخاصة مع ظهور كورونا وكل انفلونزا في نفس التوقيت وفي نفس فصل الشتاء. لكن الافضل طبعا ان احنا يبقى في نوع من المباعده بين اللقاحات، يعني ناخد اللقاح الاول مثلا للانفلونزا وبعدها باسبوعين ناخد اللقاح الثاني لكورونا. ده على اساس ان احنا بنخلي الجهاز المناعي يكون في حاله تاهب للقاح اللي احنا بنستخدمه، وبالتالي نقدر نحصل منه على افضل النتائج، وافضل النتائج معناها ان هو تكوين الاجسام المضاده بالكم الكافي اللي يمنع الاصابه بالمرض او بالفيروس اللي احنا بناخد عشانه اللقاح. بنشكر حضرتك دكتور اشرف عقبه، رئيس قسم الباطنه والمناعه بطب عين شمس، سابقا على كل هذه المعلومات القيمه، كنت معنا عبر تطبيق زوم. مشاهدينا، خلصت حلقتنا النهارده، كنا موجودين معاكم على مدار 3 ساعات، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم، صباح الخير يا مصر.